مساء الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا بلشوا يتابعوا حلقه الليله من برنامج للنشر يلي عناوينها راح تكون على الشكل التالي: شي موريس المكان المعتم يلي بيشهد على ظلم الصبايا ضحايا الاستغلال بالدعاره يلي قفلته الدوله بالشمع الاحمر، دخلنا عليه وشو شفنا وشو رح نسمع عنه ومن مين. ضمن الانفوجراف اللي بتشوفوه كل اسبوع مشاهدينا بدقيقه رح نعرف شو قصه حكيم سنان من يوم ما كان العلاج على كرسي الحلاقين ولغايه الهوليوود سمايل. بحلقه الليله كمان ابداع ذوي احتياجات خاصه او ابداعات خاصه، ليلي رح نشوف ذوي الاصرار والهمه بركات جبور الكفيف، موسيقار وموسيقي بدق على 12 آله وممثل من الدرجه الاولى، وكمان رح نسمع ونطرب لصوت رفقه رزق وصوتها الذهبي. منتابع بمواضيع للنشر لليلي الشيخ ميزو صاحب الفتاوى المثيرة للجدل، شجع على الرقص الشرقي ورفض النقاب، وقف في طريقه إلى النشر من فترة وهو محكوم هلأ بالسجن 5 سنوات، فكيف رح تتضارب الآراء حول توقيفه وتصريحاته، خاصة أنه ضيفنا بالاستوديو رح يكون شخص كمان أكثر إثارة للجدل وهو الشيخ الدكتور مصطفى راشد الذي يقول أنه الخمر مش حرام والذي يقول أنه الحجاب مش إلزامي. ليل رح نشهد كلها نقاشات على طاولة للنشر. كمان متابعة لمواضيعنا الاجتماعية الليلة، اغتصب بناته الأربعة وشرد العائلة وبيبرر وبيقول أنا البي أحق بلحم بناتي. ليلة رح نسمع مأساة سهيلة وأخواتها. ارتدت ثوب العذراء بالشهر المريمي طفلة بمدرسة فرجعتها مديرة المدرسة على البيت، أهلها بيقولوا بدل ما تشجعها خزلتها، والمدرسة بتقول ما بدنا نفتح على حالنا بواب. رح نتابع إذن بالعناوين: عض بنته بنت التسعة أشهر لغاية ما ماتت فقط لأنه بيكره البنات، بيكره البنات، قتل بنته عضا، جريمة بشعة ووحشية بحق طفلة ضحية جهل متوحش. هذه هي عناوين حلقة الليلة من برنامج للنشر، دقائق قليلة بنكون بعدها مع كافة تفاصيل برنامجنا وضيوفنا. مساء الخير لكل المشاهدين يلي بلشوا يتابعوا معنا حلقه الليله من برنامج للنشر. ساره سليمان ضحيه اطلاق نار امبارح بزحله على يد القاتل قاسم المصري، وهو مطلوب باكثر من مذكره توقيف، وبعد لهلا ما نجحت القوى الامنيه انها تلقي القبض عليه رغم استعراضاته وصوره مع سلاحاته، ورغم انه مطلوب من زمان بعد لهلا ما توفقوا فيه. وطالما السلاح متفلت بالبلد كل يوم في ماساه، لا بل في ماسي. ساره إنسانة مختلفة ما بتشبه كتير عالم، تستحق روحها التقدير من كل إنسان بقدر فكر صبية مقررة من زمان توهب أعضاءها في حال وفاتها. شو متناقضة أنت يا سارة مع يلي قتلك؟ هو بيقوص على الناس وبيقتلهم وأنت بتعطيهم من حالك وبتحييهم. يمكن قرارات الإعدام لازم ترجع وصارت ضرورة، وضرورة ملحة كتير، ويمكن كل شخص بده يوقف ورا مجرم ويحميه شو ما كانت وسطته ومين ما كانت، لازم وسطته تنعدم قبله، لأنه عن جد ما عدنا نحمل أنه أولادنا نربيهم ونكبرهم وتكون النتائج بهالبساطة بهالبساطة. عزائنا على كل حال لأهل سارة يلي خسروها، على أمل أنه عن جد يلقى القبض على هالشخص سريعا. مشاهدينا حلقتنا الليلة مليئة بالمواضيع مثل ما شفتوا، وأول موضوع هو موضوع أخذ ضجة كتير السنة الماضية، وهو شي موريس هالمكان اللي عم يتداول فيه صحة الكلمة لحم صبايا أبرياء استدرجوا لهالمكان وانحبسوا وأجبروا على الشغل بالدعارة، وكمان عنفوا بشكل كتير بشع. وهذا المكان اللي كان فيه كتير روايات وأحاديث حوله وأقفل بالشمع الأحمر السنة الماضية، تمكننا من دخوله ورأينا ما رأيناه، ومن بعد ما نشوف الروبورتاج رح نرجع لضيوفنا ليخبرونا كمان المزيد. روبورتاج.
مين منا ما بيتذكر أسوأ أنواع التعذيب اللي تعرضوا له فتيات أجبروا على ممارسة الدعارة بمبنى الشاموريس المشؤوم؟ كنا نسمع روايات وروايات عن التعذيب بهالمكان بدون ما حدا يتخيل شو الحقيقة الكاملة لهالكابوس اللي عاشته مجموعة من الفتيات بهالمبنى، واللي رح ندخل لأول مرة بدهاليزه اللي اندلت على شيء إنما بتدل على إن أمام شيء أشبه بأبشع السجون بالعالم. بيطلع فيها سجون برا قديم مثل ما النخ أوضة بينام أربع بنات. منا غرفة شو؟ متين هون متين هون. الشاموريس أصلاً بدنا ياك أبشع. ما في شيء كمان هون مركب انت تركيب طبعا كانت تفرجينا على البحر نطلع منها مشان نشوف برا في واحدة مقتولة بغرفة المحارم طبعا عماد قتلها بس ما عرفنا وين وقت اللي بدي فوت زبون بيرنوا الجرس من برا مال الصبايا يعرفوا انه في زبون فايت جهزوا حالكم وجع او شيء مسكن وقشطات الشعر كرمال الاكستنشن انه هالقطره كرمال من العين او شيء استراس كرمال يحطوها على وجهن هول مشان المغاطس اكيد كل بنت عندها واحد يعني كنا قاعدين بالزاوية فإذا بتطل واحدة هيك رأسها دغري بيبين عليها فوقت لقلت هيفا أن البنت مقتولة قالت أنه هون كيف أجبرت هالفتيات على تمضية أكثر من نصف أعمارهن بهيك مكان وشو التفاصيل الأسوأ اللي رح ترويها بيل النشر إحدى الفتيات اللي عاشت هالتجربة المرة لما رفضت أشتغل قال لي إنه عبكرة الصبح حسابك لأنه العقاب بيكون الصبح بعد انتهاء الأعمال لما بيجي الصبح نتمنى ما يطلع الصبح لأنه في عقاب فوت لي مقصرة بشغلة يعني هو بده 20 زبون لكل بنت اللي مقصرة بالشغل تاكل قتلة اللي مقصرة بمكياجها كمان تاكل قتلة اللي مقصرة بنظافة جسمها تاكل قتلة لما يجي عماد يضربنا على باص الضاعة هو عبارة عن كنباية بحط على نص الصالون بيجيب الكرباج هو عبارة عن شريط كهرباء بلفه كذا مرة يعني بلفه مرتين ثلاثة على بعض وبيسلخ فيها البنت صلخة قبل ما تنزل على جهة نحن بنسمع صوتها للكرباج يعني حتى صريخ البنت وقت كانت تصرخ يعني إحساس كتير غريب كانت البنت تقول آه كنا نحن كلياتنا كأنه كلياتنا كنا قتلة مرة واحدة من الصبايا كانت عم تحكي إنه نحن ما حنطلع من هون إنه انسجننا ما حنطلع خلاص فبيعرف عماد رح يحاول إنه هاي الصبية حكت هيك فبيجي الصبح بيقول لها مدي لسانك بيقص لها طرفه سمعت مرة من الصبايا إنه واحدة خلفت أخذ لبنتها من حضنها ودفنها ورا الباب. أحب أقول لك شيء يا عماد الرحاوي. الله لا يوفقك. مثل ما ظلمت ظلمت كثير بنات.
بدي اقول انه معي باستوديو لين، ولين فتنا نحن وياها هذا المكان مره ثانيه. ولين قضت اكثر من سنتين بهالمطرح، بس فيني اقول كمان انه بعد شوي راح يكون معنا زوجك ونطر الناس ونحكي اكثر عن هذا الموضوع. ما تعلي لي بحواجبك انا. على كل حال خلينا نبلش لين لما واحد يرجع يفوت على مطرح شاف في عذاب مش طبيعي. حدا علي على كلام عماد اللي حاولي وقت طلع مع جو، انه هو كان عم بيقول انه انا بقبض 400,000 بالجمعه، بس هذا الكلام منه مضبوط. انه كيف تقبض 400,000 بالجمعه وبتطلع على كازينو لبنان بتكب ملايين؟ بقول انه اخر الليل بيجي موريس بياخذ المصاري، ونحن ما بنعرفه لموريس، لا بنعرفه لا بالصوت ولا بالصوره، ما شايفينه لا هو ولا سيمون. طب خليني ارجع للمحل اللي انت فتت عليه. نحن دخلنا على هذا المحل، لما واحد يفوت يتذكر المطرح اللي كان فيه شو بحس؟ كنت خايفه؟ اكيد كنت خايفه. لو فتت وكان قلبي بايدي، يعني ما صدقت امتى طلعت. خليني ارجع لهالمطرح اكثر. قلتي لي قبل شوي انا تعالجت، وعن جد كان مصدق الحكيم انه بنسى. بتنسي؟ ما بعتقد انه هيدا الشيء بينتسى. لين انت كيف جيتي؟ كيف استدرجوكي يعني؟ كيف كانت قصتك انه دخلوكي على هالمحل؟ هلا انا مرت بي بسوريا اشتغل مجال دعاره. عرضت علي انه اشتغل معها بس انا رفضت. فبتدبر لي عريس كرمال اتجوز. فتجوزت على اساس طالعين شهر عسل على لبنان. فبجيبني جوزي على الشيموريس. ما كنت بعرف اول شيء انه هيدا هو الشيموريس، على اساس انه هيدا اوتيل. ففوت لجوا بقعد لقيت عماد بسال انه وين جوزي؟ قبض عليك المصاري وفل. انه كيف تاخذ مصاري عني وبتفل؟ ما انا مرتك يعني، بتبيعني وبتتركني بالشاموريس وبتفل. وما عاد شفتي من وقتها لجوزك؟ لا. طب اهلك ما سالوا عنك؟ اهلك ما سالوا عنك انت وين؟ جوزك لما رجع على المنطقه اللي كنتوا فيها ما حدا ساله انت وين؟ سنتين ما حدا سال عنك؟ ما حدا كان بيعرف عني شيء. وقت الاهلي يسالوا عني يقولوا له انه هربت من عندي. رفضت تشتغلي بالبدايه؟ والعقاب ثاني يوم الصبح، هيدي جملتك وقفت عنها، كيف هو العقاب؟ هو عباره عن كرسي بسموه باص الضياع. هذا البنت اللي ما بتشتغل بتاكل قتله. البنت اللي مقصره بالبراني بتاكل قتله. اللي مقصره بنظافه جسمها كمان بتاكل قتله. اللي بينزل زبون بيشتكي عليها كمان بتاكل قتله. كم مره اكلتي قتله؟ كثير. ما بينعدوا. شو الشيء اللي ما بتنسيه بهالمحل؟ التعذيب والشغل بالغصب. اللي اقرف كان عقاب عماد، ولا اللي اقرف كان انه تكون الوحده قاعده مع حدا دافع حقها؟ لا الاثنين صعبين. طيب في شغله بقصه المصاري اللي كان عم ينحكى فيها، يعني ده شخص كان بيقبض عليكم كان بيعطيكم؟ لا. كان يجي كل يوم الصبح ياخذ المصاري ويطلع، يروح يطلع فيها على كازينو لبنان يسهر فيهم ويكبهم. وانتم بس اقامتكم يعني اكلكم وشربكم بس مجانا؟ حتى التيبس كان يطلب مننا انه كل يوم لازم تطلعي 100 دولار من الزبون غير اللي بيدفع له اياهم له. ايه. سؤال ثقيل، يعني حكيتي عن 20 زبون بالنهار، هذا هو كان معدل؟ هذا هو المعدل اللي بتشوفه بنت جوا؟ يعني هيدا فيك تقولي انه 20 زبون لكل بنت، انه هو عنده مشتغل منيح. ايه. اقل من هيك تاكل قتله. طب غير الزبونات اللي بيتكرروا، يعني عم نحكي على مدى سنتين، اذا 20 زبون بالنهار، في ناس اكيد مش حافظتيهم ولا حافظه شيء منهم. ايه بس واحد بيجيب واحد، واحد بيجيب واحد.
وفي ناس يعني بتضل بتجي دويمه. ممكن الوحده تتعود على هالشيء وتصير تحبه؟ ما بظن. هذا مثل جريمه بدقيقه يعني. اكتب لك شيء. ما كان يعني. حدا حاسس فيها. شو هو؟ ما كان ما حدا حاسس فيها يعني. ما حدا حاسس فيها للبنت اللي جوا يعني. ما حدا. زبونات كانوا بيعرفوا انه انتم مجبورين تكونوا معهم؟ يعني الزبون اللي بيفوت لعندك كان بيعرف انه انت مجبوره تكوني معه؟ ايه. كنت تقولي له انت ولا كيف كان يصير؟ لا هم بيعرفوا. وهو بيطلب منك شغله انت لازم تعملي له اياها، واذا ما بتعملي له اياها بينزل بيتشكى عليك للحارسه لتحت. والحارسه بتحط لك اكس، وبيجي عماد الصبح بجلدك. اه حتى الزباين يعني ما بيرحموا. يعني اي شكوى بتحط اكس، بس يجي عماد بتفرجي الدفتر انه هو الصبايا عليهم اكسات. فهو بيصفن على جنب وبصير بحاسبهم، هاي شو عامله وهي شو عامله. تعالجت نفسيا انت؟ هلا حاليا عم تعالج. تزوجتي بس انت؟ ايه. عم تقوليها بابتسامه. جميل هالشيء، حلو كثير. ايه مشاعره كثير حلو. بس لين اذا بدي اسالك بصراحه، لا شخص عاش سنتين هيدا الجو كله، الجنس شيء بشع؟ يعني بضل شيء بشع بالراس؟ او حسب؟ لا بضل شيء بشع، لانه ما فيكي تنسي. لو فيكي تنسي وترجعي تتقبلي من اول وجديد تحسي انه شيء منيح، بس انه بعده ببالك هذاك الموضوع تحسي بشع. انت محظوظه انك لقيتي حدا ما ظلمك بتفكيره وقبل يتجوزك؟ ايه اكيد. فينا ناخده على الخط؟ معنا على الخط؟ مساء الخير. مساء الخير استاذ ريما. معنا زوجة للين من منطقه الشمال. شوف ضحكتها كيف هي. انا ما بعرف شو بدي اقول لك، بس نحن بمجتمعاتنا معودين على الظلم وعلى الاحكام وعلى الاعدام لحتى للضحيه، فانت بتفكر بطريقه مختلفه. بس خبرني كيف تعرفت عليها للين. انا تعرفت عليها من لما كنت روح على هيداك المكان، ولما فتت حسيت انه في شيء مش طبيعي، فضليت عم بستدرجها لحديت ما عرفت شو حقيقه المكان. ومن بعدها عرفت يعني الحقيقة وحبيت اني ساعدها. بس بهالمحل يعني انت كنت عم تقصد هالمكان لكل مرة تغير، يعني مش لين هي الثابتة. لا هي كانت الثابتة وكانوا بحاولوا يغيروا لي هي. يعني دخلت على هالبنت ضليتك على نفس البنت؟ مزبوط. طب يعني لما تجي انت على هالمكان وتقول لعماد او لحدا من من الشباب الشرفة انه انا بدي هالبنت لين كل مرة، هيدا الشيء يعني يعتبروه مزاج هن ولا لفت لهم نظرهم؟ لا شكوا بكثير اشياء. شكوا وحبوا انه يعني لقوا فكرة انه ما بدهم ياني فوت معها، وحاولوا يقنعوني بكثير غيرها، بس ما اصرت يعني انا ما قبلت. طيب هيدا الشك كيف ترجموه؟ يعني انت كنت تقعد وقت طويل ولا تجي كثير وقت لعندهم؟ كنت تقريبا كل يوم فوق. ايه. وهيك يعني. ويستغربوا انك عم تقصد نفس البنت؟ ايه استغربوا، وصار حتى في تجسس، يعني صاروا يتجسسوا علينا، يعني حس بوجودهم برا انهم بيتسمعوا شو عم نحكي. امتى قررت انه هاي المره بدي اتجوزها؟ بس عرفت الحقيقه. يعني هي وبعدها جوا؟ مزبوط. يعني هي وبعدها عم يقصدوها غير زباين؟ مزبوط. وحملك راسك؟ بالاول لا، بس بالاخر بعرفها من هي. بتعرف روحها يعني؟ بعرف هي شو من جوا. بتعرف روحها من جوا. بس قد ايه سمعت حكي؟ سمعت كثير. بس ما بيهمني. كيف بيقدر الرجال يتخطى مشاهد لمرته؟ انا عم بسألك السؤالات اللي هي مش منطقية برأيي، بس طبيعي ينسألوا يعني. كيف بيقدر يتخطى رجل مشاهد لمرته مع غير رجال؟ بمكان مثل هيدا وفيها هالقد اعداد وفيها هالقد استخفاف بالبنات ما هيدا الشيء ما حطيته ابدا براسي، يعني شلته من راسي لان بعرفها انها مظلومه وبعرف شو اللي عم بيصير جوا، فما اهتمت كثير بهيك اشياء ولا حتى فكرت بهيك شيء.
عيونها مليانين دموع، شكلها قصة حب قوية. مظبوط. جميل هالشيء. كيف قدرت تقنع أهلك، محيطك، ناسك، بيعرفوا عنا هالشيء؟ ايه في أهلي بيعرفوا، وانقسموا فريقان، شي مأيد وشي معارض. وهي كيف عم تتلقى هالشيء؟ هي بالأول حست مثل بذنب أو ما بعرف، انقهرت، بس قلت له بالنهاية إنه أنا اللي حتجوزك مش حتتجوزي أهلي. أنت ناوي تخلف منها؟ ناوي هيدا زواج يستمر؟ أكيد. فخور إنه هي زوجتك؟ أكيد. نحن فخورين بتفكيرك على كل حال، جميل هالشيء. شكرا. بس قبل ما نختم معك، كنت سألتها سؤال للين وقالت لي انه هي عم تتعالج، يعني عفوا على السؤال كأني عم باخذ دور حكيم نفساني هون، بس مبدأ الجنس معروف بالعالم، يا بيكون هو كابوس على المرأة يا بيكون حلم جميل. قديت عذبت معها للين لقدرت تطلع من المشاهد اللي عاشتها؟ تعذبت كتير أول فترة، وحتى لو هي كانت عم تموه على هذا الموضوع، بس كنت عارف انه هي مضايقة، فمن وقتها صرت أخذها عند حكماء والحمد لله تخطيت كتير. تخطيت كتير، شافت الأمور هلأ بشكل طبيعي ما هيك؟ هلأ صرت أحسن بكتير من الأول. أنا بدي أشكر أنك كنت معنا، وبس بدي أخبر شغلة. قول. إنه هيدا عماد الرحاوي أكبر كذاب، يعني أنا جبت معلومات كتير عن المكان. أول شيء اسمه شاليات المير، هنيك مش الشاموريس، اسمه شاليات المير، وعماد كان عم بيبرق حاله بأنه يزت ناس تانية، مثل أنه موريس جعجع هو صاحب المكان ومش صاحب المكان. وكان يقول أنه سيمون بيجي بيقبض، ما كان في حدا هناك يجي يقبض، كان هو ياخدهم الصبح وكان ياخد بالليل كمان مصاري من هناك. هيدي المعلومات أنت كمان جربت تستقصي عنها؟ ايه. بعد ما تحمست لحبك للين؟ مزبوط. وفي معلومات أكتر وأكتر كمان. قبل ما نقفل الخط معك معلي، بدي أخذ منك كلمة لكل الرجال بما فيهم يمكن أحيان ناس بيكونوا بمراكز مرموقة ومفروض يحمونا كنساء، كيف لازم يطلعوا على هالضحايا؟ بس قلي جملة منك، أنت تزوجت ورحت لبعيد وعشت قصة حب وكنت طاهر من جوا، وعرفت أنها طاهرة من جوا ومن برا على كل حال طاهرة من كل المحلات، مش ذنبك كان. شو بتقول للرجال اللي أو للمجتمع كمان؟ المجتمع لازم يعرف إنه هول ضحايا، وهول ما عنده شيء بإرادتهم، والمفروض يعني إنه هو المجتمع يتقبلهم كمان. كيف بترد على شي صاحب مستفز يقلك شو عم تعمل مع هيدي اللي كانت مع واحد واثنين وثلاثة وأربعة؟ بخفيه. شو بتعمل؟ بخفيه. بارك الله فيك، شكراً لأنك قبلت تطلع معنا. وكمان بدي أقول شغلة. قول. بدي أقول لك إنه لين ساعة بتضحك ساعة بتبكي، ساعة بتضحك ساعة بتبكي. وكمان بدي أخبر شغلة أنا كتير استفزني فيها، إنه لما قال إنه هو بيقبض 400,000 بالأسبوع. أيه. هو كان كل يوم يزيد ملايين بالكازينو، وفيكم تراجعوا الكازينو بهالشيء. قالت هيدا الشيء لين، قالت هيدا الشيء. نشكر وجودك معنا. يلا. لين خبريني إنه دموع وضحك بنفس الوقت على كلام زوجك. لا انه مبسوطة انه زوجي عم يحكي، وبنفس الوقت حزينة انه انا طلعت بنت شاموريس، انه انا بنت شاموريس. انت بنت شاموريس؟ ليه عم تقولي عن حالك هذا الحكي؟ انه بنظر العالم هيك. كتير مهم نظر العالم، دايما صح نظر العالم؟ لو هن وقعوا فيها العالم او بنتهم او اختهم او امهم كانت بتختلف يعني، ولا لانه وقع فيها حدا تاني هين الحكم؟ لا ما شرط، بس خلص انه هن بنظرهم هيك. انت قويه هلا ولا لا؟ ابدا مش قويه ابدا. طيب انت لازم تكون كثير قويه هلا، يعني انت هلا بمواجهه جديده مش براحه، بعدك عم تواجهي كمان الناس واحكامهم. أنا بدي أقول لك لين إنه أنت جريئة إنك طلعتي معنا، وبدي أشكرك أنت وزوجك على هالجرأة إنه تصرحوا بهيدي المواضيع، وإنه تتزوجوا وتواجهوا مجتمع قد يكون صعب بأحكامه عليك. خليكي ما تقومي بس كرمال ما يطلع على الكاميرا وجهك، نحن حريصين عليك.
بدي استقبل العقيد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي. ناطرة إذن المخرج لأسمح للين تطلع. تفضل عقيد جوزيف، فيك تطلعي لأنه الكاميرا بالمحل الصح. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أول شيء شو حقيقة أنه كان في حدا مقتول داخل شيموريس بغض النظر عن عمليات الإجهاض اللي كانوا يتعرضوا لها البنات؟ كان في فعلا ناس مقتولين مع أول شيء من حقيقة أنه رجعت تعافت ورجعت لحياة الطبيعية ومن حي جوزة كمان طبعا زوجة على جرأته أكيد على شهامته وجرأته واجه مجتمع صعب أكيد ومرؤته كمان حقيقة يعني وهيدا الأهم شيء أنه قالت لي يعني قبل ما تحت الهواء سلمت علي بفرح وقالت لي أنه بتشكركم كيف ساعدتونا وهالحرفية اللي عندكم قدرنا أنه نخلص من هالعصابة يلي كانت منظمة جدا. خلصنا نهائيا لأنه كان في كلام عن أنه هو عم يرجع يجمع جماعته عن طريق امرأة مشبوهة، في خلصنا من هالحكي فعلا؟ هلا الشخص أحد الأشخاص الأساسيين بعده بالسجن ولكن على طول في متابعات لهيك مواضيع ممكن تتشكل عصابات جديدة ولكن أكيد بأكثر حذر وبيخوف أكثر منا يعني للمتابعة لأنه صار في أول شيء وعي أكثر، القانون صار عم يتطبق أكثر، قانون الاتجار بالأشخاص وهذا الشيء نحن عم نتابعه صار يعرفوا مضبوط انه عم تكون في تشدد في الملاحقه وهو ما راح يزبط من ولا حكم ثابت عليه بقوه مثل ما اكيد عم خاصه انه القضاء ملاحق وفي كمان وضع الراي العام تابعه وبعدكم كمان هلا كمان عم تتابعوا هذا الموضوع يلي له صار له فتره كمان بما انك حكيت عن الاعلام لانه الاعلام احيانا بيرشقوه يعني وبمحلات يمكن عم يخدموا كثير بمواضيع الجرائم اللي عم نسمع عنها كثير يعني عم نسمع كثير جرائم بحق اطفال وتعنيف هل هي هالجرائم زادت ولا الفضل للاعلام انه عم يكشفها ويقدر يلحقها بين زايدة كرمال هيك أكيد يعني. هذه مرحلة كمان من ضمن مراحل التطور للمجتمع يلي صرنا فيه ودور المجتمع المدني يلي كان فيه تطور مثل ما قلنا بالاتجار بالبشر قانون الاتجار بالبشر قانون العنف الأسري يلي كان فيه إضاءة عليه من قبل المجتمع المدني ومن قبل قوى الأمن الداخلي لأكثر من حملة إعلامية من دور كمان أيضا مواقع التواصل الاجتماعي لقوى الأمن الداخلي والنجاحات يلي نحن عم نقوم فيها من خلال هالقوانين وتشجيع المواطنين على الإبلاغ خاصة إذا بالعنف الأسري لا سيما معظمهم من النساء أو من التجار بالبشر كمان فهذا الشيء شجع بالإضافة أكيد في زيادات معينة نسبة معينة يلي عدد النزوح السوريين زادت النسبة ولكن الشيء يلي هو اللي كان صار في أكثر وعي وصار في كسرنا حيز الخوف يلي عند البعض كان في عمل بعض في أشخاص عندهم تابو يعني مش كل المعلومات عم توصلنا مش كل المشاكل والاعتداءات الجنسية وسفاح القربة عم توصل ولكن هذا شغلنا أساساً عم نضوي عليها ببلاغاتنا وعم نقول بكل بلاغ وبكل تغريدة أو عبر الفيسبوك بلغوا ليضر الشر بعيد بلغوا لأنه هذا الأشخاص لازم تبلغوا لأن هذا أشخاص خطرين كثير على المجتمع هن بدهم علاج ولكن في حبس وفي علاج والأشخاص الضحايا بدهم كثير علاج بدهم كثير شغل تم يتحولوا أكيد. كمان لفاعلين أو طب عيشوا مأساة وممكن يؤدي لمأساة داخلية أيضا في طريقة محترمة أصلا ومختلفة من القوى الأمنية بسماع أي امرأة معنفة يعني بالسابق كان هذا قضية شخصية وقضية بيت وبده يفوت فيها أمور كثيرة ما لها علاقة بالقانون هلأ الأمور مختلفة أكيد مختلفة مثل ما قلنا تطورت كثير صار في تدريبات عنا داخل قوى الأمن الداخلي بغرف أول شيء العمليات 112 بالشرطة القضائية المفارز القضائية بمكتب حماية الأداب ومكافحة جرائم التجار بالأشخاص يلي صار كمان أخذ عنوان جديد اختصاص جديد بمكافحة التجار بالأشخاص صار في غرف خاصة أيضا للتحقيق والكشف على الأشخاص الضحايا بالإضافة لمادة تدرب بمعهد قوى الأمن الداخلي فيما يتعلق بهذا الموضوع هيدا تطور يعني رويدا وتقدمنا كثير فيه عم نحكي نحن بقانون عم نحكي كتجار بالأشخاص أو أيضا العنف الأسري حديثين يعني التجار بالأشخاص القانون 164 عم نحكي بشهر 8/2011 يعتبر بالنسبة للقوانين وللمجتمع ولفكرة عم تحكي عم توطي بالثقافة عم تغير الثقافة تحتاج لوقت ولكن نحن نعتبر تقدمنا الجهد الآخر من المجتمع انه كمان ياخذ هالمبادره ويحكي ويكسر حيز الخوف يلي بلشنا فيه وهلا هيدا عم نشعر فيه انه في بلاغات عم تصدر عنا هذا الشيء دليل انه احنا عم نضوي اكثر وفي عالم عم تحكي يعني وسائل اعلام يعني معلوماتنا من قبل وسائل اعلام معلوماتنا من قبل اشخاص من قبل الامات من قبل ميديا الضحايا كل الناس عم تشترك بانها تبلغ وانتم على حال عم تتجاوبوا بشكل سريع نرجع لشيوميريس لو ما هن حكيوا وهن كمان تحركوا كمان ما قدرنا وصلنا وخاصه بهيك حالات كثير بتكون سريه كثير بتكون بحاولوا ضبط بوا انه لا خلص ما قاش نعيدها وهون الخطوره
يعني هون انه بضل في محاولات ليرجع يفتح هذا المكان عن جديد يمكن باساليب مختلفه. انا بدي اشكر كثير وجودك معنا ليلى. اهلا وسهلا فيك، وعلى امل انه نضلوا على طول بهالهمه وما نشوف على شكاله هالاشخاص اللي بيتاجروا بلحم العالم. نحن جاهزين لاستماع لاي شخص بنحكي انه لازم العالم تبلغ، لازم العالم تحكي، لانه الشخص الضحيه حيدلي تكرار عليه وحيكون زيد ماساته، والشخص الفاعل المجرم حيكرر فعلته على اكثر من شخص. تصور ان احنا وقفنا اشخاص عمر مواليد 51، اشخاص كانوا عم يفتعلوا باولاد باطفال ذكور او اناث. هالشخص بلش عمر شاب، انكسرت الحاله، انكسرت هالحلقه الخوف. قديش بقيت مزبوط قديش يعني مثل ما قلت حضرتك، قد في ضحايا بحاجه لعلاج وقد في مذنبين. هذا عم ركز عليه انه ما نخاف نحكي. اي شخص بشك بهالموضوع لازم يحكي، لانه هذا الشخص خطر كثير. يعني هو صياد وعم بلحق طريقته هن الاطفال، وهيدي الخطوره فيه وهيدي البشاعه. على كل حال نسبه الجرائم كلها مرتفعه، يعني كلياتها جرائم بالاخر، مش ضروري يكون في قتيل. هذا عم يقتله كل يوم لاي طفل او لاي شخص مقلوب ذنب. اهلا وسهلا فيك عن جديد. مشاهدينا على امل يعني يكون هيدي الفقره هيك خلتنا شوي نرحم من الضحايا من عين المحاكمه، لانه نحن بنظلم الضحيه بالعاده كمان. مشاهدينا خليكم معنا، مستمر للنشر. رح نكون هلا بالانفوجراف اللي كل اسبوع بتعرفوا فيه بدقيقه معلومات كامله عن موضوع معين. ليلى اخترنا قصه حكيم سنان من كرسي الحلاقين الى الهوليوود سمايل. خلينا نشوفه سوا. شو قصة طب الأسنان؟ من 5000 سنة كان السومريون ببلاد ما بين النهرين يعتقدوا إنه في دودة بتعيش بقلب الأسنان، وكانوا يلجأوا لحف السن بحجر الصوان لإزالة التسوس. الطريف إنه الملك حمورابي كان يأمر بخلع أحد أسنان السارق بحال سرقته للطعام. أول طبيب أسنان كان من الفراعنة من 2600 سنة قبل الميلاد، واسمه هازيري، يلي كان يستعمل أسنان الحيوانات كبديل لأسنان الفراعنة ويربطها ببعضها بأسلاك ذهبية ليثبتها بمكانها، وهيدا سبب غياب الأسنان بتماثيل الفراعنة. بداية مهنة طب الأسنان كانت بفرنسا عام 1210، حيث كان طبيب الأسنان هو الحلاق يلي كان يستعمل البنسة والخيط لخلع الأسنان. كرمال هيك كرسي الحلاق وطبيب الأسنان بيشبهوا بعضهم. أول فرشاة أسنان كانت مصنوعة من شعر ذيل الحصان، والمعجون كان رماد وملح. كتار بيفكروا إنه هتلر ما بيضحك لرغيف الصخم، بس السبب هو بشاعة أسنانه يلي كان سببها خوفه من طبيب الأسنان. أول رئيس أمريكي قدر يبين أسنانه بالصورة الرئيسية كان جون كينيدي، بسبب بداية إدخال البورسلين بتجميل الأسنان عام 1958. أما السابقين كانوا يستعملوا أسنان الجنود القتلى بالمعارك مثل جورج واشنطن. بوقتنا تطور طب الأسنان بشكل كبير، وأصبح التقاط السلفي سبب إظهار أسنان البيضة بعد ما اختفت لقرون. كرمال هيك الصور القديمة ما منضحك فيها. يقال إنه دافنشي رسم الموناليزا بابتسامة بدل ضحكة، والسبب بشاعة أسنانها. بركات جبور ورفقة رزق، فقدان البصر لم يحرمهما موهبة العزف والغناء. عايز تغيزه هات له ميزو، وميزو هو قاهرة. ألقي القبض عليه في المطار قبيل وصوله إلى برنامج للنشر. وين صار الشيخ ميزو؟ أنا ذهبت إلى لبنان ليس بدعوة من حزب الله. مصطفى راشد شيخ أزهري اتهم بالتحول من الإسلام إلى المسيحية، يحلل شرب الخمر ويبيح المحرمات. ماذا سيقول في للنشر؟ وكيف ستكون المواجهة مع السلفيين؟ لا يوجد حد عقوبة لشارب الخمر. والد يمارس زنا المحارم مع بناته الأربع ويقول لهن أنا أحق بكن من الغريب. تجوزي ثلاث نسوان
اخر وحده هي صارت تعاونه وتشاركه بانه يغتصبنا، صارت هي تنام معه معنا كمان. ثوب العذراء ممنوع في ثانويه كفر شيما. قلت له يا عمي انت عم تقول هذا رمز ديني؟ في اخواننا الاسلام لابسين حجابات، ما هذا رمز ديني كمان. عض ابنته الرضيعه حتى ماتت لان البنات يجلبن العار برايه. ماذا ستقول الام المفجوعه في للنشر؟ شفتو قبل ما تشوفك عيني يا عمري ضايع بيحسبوا ازاي عليا اللي شفتو قبل ما تشوفك عيني يا عمري ضايع
زقفة كبيرة يا شباب قبل ما نطلع على الروبورتاج، بدي زقفة بدي اسمعها. يعطيكم ألف عافية. خلينا نشوف الروبورتاج ونعود. بطل ملك تفضلوا. ربيع مالك مظبوط الاسم هيك؟ نعم. انت ليش بدك الباسبور؟ انا بدي اعمل باسبور لانه بدي اسافر انا والجوقة على اوروبا. جوقة؟ انت بتغني؟ نعم. هاي الهوية منها قانونية، ما فيك تروح لمحل. لما جيبوك لعندي كان عمرك 3 شهور، بس هذا ما بغير شيء. بعدني امك، بعدك ابني، بعدني بحبك، انا اللي ربيتك. أنا حالي شو حتعملي؟ بدك تجيبي لي وثيقة ولادة ربيع حتى سجله. ضاعت بالحرب، نقلنا كتير بيوت، وهي من بين كتير اشياء ضيعناها. مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. كشاف ابن أختك؟ إيه ابن أختي، سلمني أنا بعده وهو صغير. كيف لقيتني؟ وين؟ أنت خلصت لي حياتي؟ أو عفيت عني وما قتلتني؟ ما عندي شي خبي. يلا وين الشباب؟ إيه؟ بس خيالك تنزل من ايدك، ما بعرف ليش كذب ولا كان رايك هونيك. ليه مهتمين بهالقصه بعد كل هالوقت؟ احلى عرسان سوا. ما عم بلاقي اسمي باي محل، لازم اعرف انا من وين. انا عم بشوف الاعلان الخاص بالفيلم اللي انت بطله يا بركات، ولا بقول لك يا ربيع؟ بدك اياه. سمعت شغلات كثير عنك حلوه وعن رفقه. خبريني شو سمعت عنها؟ سمعت انه الحكي الحلو اللي بتقولوه، اللي ما بدي اسمع كلمه حرام وما بدنا شفقه ونحن اقوى منكم ونحن قادرين نعمل اشياء اوعى تفكروا مش قادرين نعملها بجماليتها وبحلاوتها، يمكن اكثر كمان. نحن اليوم جينا لعندك تنثبت هذا الشيء، وانت حملتي هالرساله وامنتي فيها. سو ثانك يو لك اول شيء. ثانك يو لمجهودكم وايمانكم بحالكم. رفقه شو هالصوت هيدا؟ ميرسي. جميل صوتك جدا. ميرسي كثير، شكرا. خبريني عم تدرسي سايكولوجي قالوا لي؟ لا عم بدرس ميوزيكولوجي. انا ميوزيكولوجي؟ ايه مزبوط، انا ثاني سنه بالجامعه الانطونيه. ايه وبتعزفي على كم آلة؟ انا بعزف على الفيولون. بس انا بركز على الغناء اكثر. واضح هيدا الشيء. واضح. عن جد. وسمعت انه بتعملي حفلات كمان. ايه مزبوط، اول شيء بعمل حفلات انا بكورال المدرسه. ايه هو نحن بنعمل حفلات بلبنان وخارج لبنان، نحن بنسافر على كذا بلد وهيك، فانا معهم بالكورال. وام كلثوم على الصعب دغري. على الصعب دغري. بركات 12 آلة موسيقية صحيح. بعد في شي آلات دخلك هون 12 كلهم يمكن؟ يمكن في مطلو شي 2. اسم الله عليك، 12 آلة بتعزف عليهم. نعم. بس تجربة التمثيل يعني دائما لما بنشوف كفيف بفيلم اجمالا بيكون شخص منه كفيف اللي بيلعب الدور. مزبوط. كيف بيختلف الإحساس؟ أول شيء الإحساس هو الجديد، إنه أنا أول كفيف بالعالم العربي وأتشرف بهالشيء إنه بفوت على عالم السينما. سو الإحساس من هون ببلش إذا بدك، كان إحساس رائع، إحساس غريب وجديد، شعور ما بينوصف إذا بدك، بالنجاح بالعمل الفني، إذا بدك يعني خطوة جديدة، باب جديد انفتح لإلي، قدرنا نضوي على هالموضوع من خلال الفيلم، يعني كان هو دعم كبير لإلي. تحية للمخرج على كل حال ولكل باتشي برمجان بقلبي، ولكل التحية للمخرج باتشي ولكل الأشخاص اللي كانوا معك بهذا الفيلم. بس إذا بدي أسأل السؤالات على طريقة قوتك، يعني سأليني اللي بدك إياه. بالعادة منراكم للتمثيل من مشاهدات، يعني بنحضر فيلم بنقوله بنحضر فيلم. نحضر، نحن كمان بنقول بنحضر. إيه كيف بتحسوا؟ كيف بتحسوا أنت للفيلم؟ أنا بحس الفيلم أول شيء بالصوت يلي بسمعه، بركز على الصوت، على اللونجاج إنه تكون واضحة كتير، والكلمات والأحرف، بركز على الأشياء اللي بقلب الفيلم، على الساوند افكتس، على الاخبار كلها، واكيد على القصه، لانه انا بفهم القصه وبتخيلها براسي مثل ما انا بعيش حياتي اليوميه. نفس الشيء كيف انا بتخيل الاشياء، بصير بتخيل هالاشياء اللي عم تمرق بالقصه او وبعيشها مثل ما انت عم بتشوفيها، انا بقدر احسها وكون عم ركز على كل المشاهد. واكيد اذا في شيء مشهد اذا بدك يمكن هو تعبيري او نظري، اللي بيكون بحد ممكن يخبرني شو عم بيصير ويحطني بالصوره. بركات انت من انت وصغير؟ من انا وصغير ضرير. ضرير نعم. حتى في الباسات بالتمثيل، يعني في انا بجي بحكيك بقول لك عم بحاورك، يعني صح، في الشيء اللي بيرموه لبعض الممثلين في تعابير. نعم.
انت قدرت تتخطى كل هالشيء وتاخد جائزه كمان، يعني مدهش اللي عملته. انا معجبه جدا انا بدي لك شغله، ايمانك بحالك. الله هو اللي بيعطي القوه، كل شيء ربنا بيعطينا، يعني احنا ما بنقدر نعمل شيء، نتكل على ربنا، هو بيرسم لنا طريقنا وكيف لازم نكون، هو بيسهل لنا طريقنا باللي بيشوفه خير لنا. فمن هون ببلش الفكره، من هون بناخذ القوه، وربنا هو مصدر القوه، ما في لك شيء ثاني ابدا. اذا بقول لك شيء ثاني بكون عم بكذب. ربنا مصدر القوه، بس الناس لازم يفتحوا الفرص، يعني ما يسكروا. اكيد طبعا، بس نحن عملنا هالفيلم وجينا لهون، جينا ناكد ونثبت للناس يلي بحب يدعمنا واللي بحب يكون معنا ويامن انه نحن عاديين ونحن مش مختلفين، لو عنا احتياجات خاصه هي نحن موجودين، ويلي ما بحب يامن فينا كمان بنقول له نحن موجودين ورح نفرجيك انه نحن هون وبنقدر نعطي ونثبت هالشيء. انتم مش عاديين ابدا، انتم خارقين، يعني ما كثير تتواضع رفقه. خليني، لا احنا مش تواضع بس، ايه بليز ما كثير تتواضع لانه انجاز جميل جدا. رفقه، كيف يعني كيف تجرأتي على انك تغني يعني ام كلثوم؟ مش سهل انه حدا يغني لها اغانيها، كيف تجرأتي انه هذا الشيء تصوريه وتحطيه حتى على السوشيال ميديا؟ صوتك رائع على فكره. ميرسي. هو انا صراحه من الناس اللي كمان كنت قاعد انه اقول انه اف انا مستحيل اقدر اغني لام كلثوم، بس صارت يعني قصه الفيديو انه كنا على اساس بدنا نغني انا وبركات بمحل، يعني مثل فرقه ثنائيه نعمل شو كيف هون. مزبوط. فاقترحنا هذه الفكره، انا اول ما سمعت فيها كثير عتلت هم انه اف انه ما رح تطلع حلوه معي. لا عن جد انا يعني الحمد لله قدرت اني تشجعت، وعن جد انا طلعت ممتازه. ميرسي. طلعت هيك. بركات، بدك تضل المخرج على رفقه كمان. رفقه، ما بدي خبرك بس عنا بشكل سريع. اليوم كثير قالوا لي انه انت شو طالع تعمل على الجديد؟ قلت انه عندي مقابله عن الفيلم. قالوا ليش رفقه معك؟ رفقه هي معي اليوم لحتى نضوي على كل شخص مثلي، لانه كل شخص بيستحق انه يوصل وبيستحق انه ينعرف، كل موهبه بتستحق النجاح، ولازم العالم تشوف موهبه رفقه وتشوف هالصوت الحلو. رفقه من الاصوات المبدعين، واحلى من، وانا بقول لك يا رفقه انت احلى من كثير عم بيغنوا بهالايام بالمطاعم وبالصالات عم نشوف. ما تقارنها، بتظلمها، ما تقارنها. هي ما بتتقارن، بس هو انا احلى من كثير ممثلين كمان. عم اكد لانه يكون عندها ثقه بحالها، لانه احلى من كل الموجودين على الساحه، مع احترامي للجميع. انا بدي اتشكر كثير وجودكم معي، انا بدي اتشكر، وسعيده جدا يعني عرفت ظروف الفيلم انه اختارك المخرج من لقاء بالمدرسه. انا بدي اوجه هون تحيه للمدرسه اللبنانيه للضرير والاصام بعبده، ونحن كمان هي مدرستي باداره السيده ماري روز جميل، ولاعضاء الجمعيه للجميع هالمدرسه اللي هي ربتنا وكبرتنا وعلمتنا لحتى انا اليوم انا ورفقه صرنا هون معك. نحن تلميذ هالمدرسه ومنضل تلميذها لوين ما رحنا ولوين ما وصلنا. وما في شك انه يعني المخرج اللي اقدم على هيدي الخطوه جدا، اخذناها عن طريق المدرسه، مدرسه دائما مامنه فينا، والمخرج امن بهالشيء اللي قالت له اياه المديره، وكان عندهم ثقه، والحمد لله قدرنا نفذنا هالعمل. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. اهلا وسهلا فيكم. نحن متابعين شباب، عنا هلا متابعين، عنا شيخ ميزو. طيب نحن رح نتابع محطات للنشر من فتره مشاهدينا، اذا بتذكروا بحلقه سابقه كنا بانتظار انه شيخ ميزو يجي لعنا على الاستوديو لنقاش عده مواضيع بافكاره اللي تعتبر هو بيقول عنها تنويريه، واللي تعتبر يمكن مستفزه للاصول الكلاسيكيه اذا صح التعبير للدين. ولكن الشيخ ميزو وقتها توقف، ومن بعد عرفنا انه انحكم بخمس سنوات بتهمه ازدراء الاديان. هذا الحديث رح يكون عنا تفاصيل عنه، ورح يكون عنا كمان جدل حول نوعيه الفتاوى اللي كان يقولها، ورح يكون معنا بالاستوديو الشيخ الدكتور مصطفى راشد، عالم ازهري واستاذ في الشريعه، ورح يكون معنا كمان الشيخ خالد عبد الفتاح، مفكر ومحاضر اسلامي، بعد ما نشوف الروبورتاج ونتذكر سوا ماذا كان يقول الشيخ ميزو. ميزو ليميز الله به بين الخبيث والطيب، ميزو شعارها عايز تغيزه هاتلو ميزو، وميزو هو قاهره. كان الشيخ الأزهري محمد عبد الله نصر المعروف بالشيخ ميزو جاي على لبنان ليحل ضيف ببرنامجنا، قبل ما يوقفوه عناصر جهاز أمن الدولة المصري ويحكم عليه القضاء المصري بالسجن خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان. الشيخ يلي اشتهر مع بدء الثورة المصرية قبل ست سنوات بأنه خطيب ميدان التحرير، وأنه رجل دين بيتمتع بحس فكاهي عالي،
خرج لاحقا عن طوع المؤسسة الدينية بمصر. انتقد بعض كتب التراث الإسلامي وأهم صحيح البخاري، وقال إنه الحجاب مش واجب على المرأة المسلمة، وأشاد بالرأس الشرعي، كما رفض عقوبة قطع يد السارق بالشريعة. نقاب الذي هو ضد القرآن، لأن القرآن نهى عن ارتداء النقاب وتغطية الوجه. أنت تتعلم الرقص الشرقي وتعلمه للناس. من أراد أن يشاهد هذا النوع من الفنون أهلا وسهلا. والله أنا كنت أشاهد نعيمة عاكف وهي ترقص في الأفلام وأنا طفل صغير، لم تكن تثير شهوتي. البعض اتهم الشيخ ميزو أنه عميل لإيران ولحزب الله بسبب مؤتمرات شارك فيها بطهران وببيروت. يعني في انتقادات وجهت إليك إنه الشيخ محمد عبد الله ناصر ينفذ مخططا شيعيا، هكذا قال. نعم، أولا أنا ذهبت إلى لبنان ليس بدعوة من حزب الله، أنا ذهبت إلى لبنان بدعوة من الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة لحضور مؤتمر لمدة يومين، كان عنوان المؤتمر متحدون من أجل فلسطين إسرائيل إلى زوال، ورئيس المؤتمر هو إمام أهل السنة في لبنان الشيخ ماهر حمود، وكان حزب الله من بين المشاركين. بإحدى المرات ادعى أنه هو المهدي المنتظر. أنا المهدي المنتظر، كانت جملة كتبتها على الفيسبوك أقلقت مضاجع الظلاميين والتراثيين والذين ينتظرون الخرافات والوهم ليغيروا أحوالها. لا يعلن لاحقاً أنه كان عم يسخر من الفكرة بهدف استفزاز وعي الناس ضد الخرافات. ما بين شيعة ينتظرون مهدياً في سرداب من عام 230 هجرياً يظنون أنه داخل السرداب وسيخرج عما قريب، وما بين سنة ينتظرون مخلصاً يخلصهم والجميع نيام لا يعملون. فقلت ألقي حجراً في الماء الراكد وقررت أن أضحي بنفسي، يعني أنا ممكن أكون ضحية الموضوع ده. فوين الشيخ ميزو وشو هو مصيره؟ يعني أشهر الموضوع مشاهدينا مثل ما قلت لكم، راح يكون معنا الشيخ الدكتور مصطفى راشد عالم أزهري وأستاذ في الشريعة، وراح يكون معنا كمان الشيخ خالد عبد الفتاح مفكر ومحاضر إسلامي. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. هنبدأ معك دكتور مصطفى، يعني حضرتك استاذه تقول اسمه بس تعطي حقه، محمد عبد الله نصر، الشيخ محمد عبد الله نصر الملقب بميزو. نعم. هل ترى انه التهمه الموجهه له وسجنه انه يستحق السجن لاجل كل الاشياء اللي قالها، ان كان موضوع عدم وجوب الحجاب اللي تتفق معه عليه، ان كان موضوع الرقص الشرقي، ان كان موضوع النقاب، ان كان موضوع نقده لنصوص البخاري، تفضل، هل يستحق السجن؟ لا يستحق طبعا، بالقطع لا يستحق السجن. يعني محمد عبد الله ناصر، حضرتك قلتي انا سمعت في وانت بتقولي قبل ما ادخل معاكم 5 سنوات، لا هو حاليا وصلت الاحكام 13 سنه. لمجرد انه قال راي، والتهمه ازدراء اديان. ازدراء الاديان لا يتحقق الا بثلاث امور. الامر الاول سب الذات الالهيه او سب سيدنا النبي حاشا لهما. الامر الثاني انكار ما هو معلوم من الدين بالضروره. الأمر الثالث أن يسخر من الإسلام. محمد عبد الله نصر لم يفعل أي واحدة منهما. وهقول لحضرتك إزاي. القضية اللي حضرتك كنت بتكلم عنها واللي خد فيها لوحدها 5 سنوات في أول درجة، كان الادعاء أو اتهام قائم على أساس أنه قال في الآية 38 من سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال القطع هنا مش البتر، القطع هنا بمعنى التشريط. هذا رأي، إذا اجتهد فيه أصاب له أجرين، أخطأ فله أجر، ده القاعدة الإسلامية. لكن هو بيحاول يفسر كلمة القطع، يعني ما أنكرش الحد. هذا الكلام أنا قايله من 10 سنوات أيام حكم مبارك، وقلت لأن في آية تانية في اللي هي 31 من سورة سيدنا يوسف، لما امرأة العزيز جابت النسوة اللي بيلوموها في سيدنا يوسف وقالت اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن. وقطعنا هنا هم بطروا إيدهم، لما بطروش إيدهم هم شرطوا إيديهم. هو هذا هو السبب ليش هو انحكم 5 سنين. فمحمد اتسجن 5 سنوات عشان قال القطع مش بتر، مش تشريط. أي منطق يقول الكلام ده؟
هيدا هو السبب المباشر ولا في تراكم؟ في تراكم هيدا هو. لا لا لا، الاحكام ما بتبقاش بسبب تراكم، الاحكام بتبقى باتهامات محدده والعريضه بتتقدم فيها. قصدي ما خلف الاحكام. نعم، قصدي ما خلف الاحكام. لا، ما هو يبقى القاضي كده ما بيحكمش بالقانون، يبقى بيحكم بهواه. لو هو بيحاكمه عشان قال حاجات قديمه او تاريخ ده موضوع تاني، لكن انا كقانون هو بيحاكمه وقال كده في اسباب الحكم انه قال كذا، بيحاكمه على التهمه، هذه التهمه المحدده انه قال قطع بمعنى التشريط، يعني راجل بيحاول يفسر كلمه فسرها سواء اصاب او اخطا. لكن هل هو انكر الحق؟ لا، ما انكرش، للاسف الحكم بيقول انه هو انكر، ده كلام غير صحيح. المشكله الاكبر ان احنا عشنا حياتنا ندرس في الازهر، وبعد كده يجي شخص غير دارس هو اللي يحاكمني. احنا عندنا القانون المصري بيشترط على القاضي لما يكون الموضوع في الزراعه او في الصناعه او في الطب يجيب خبير في حاجه اسمها قلم الخبراء في الوزاره، طبيب او مهندس في الموضوع اللي هو فيه اختصاص. فالمفروض في موضوع ديني زي ده كان القاضي يلجا لمؤسسه الازهر، والقانون بيقول اذا كان المتهم ما عجبوش الراي اللي اتقال من جهه الفلانيه يطلب جهه اخرى. ما صار كل هالشيء، لم يحدث هذا. بس ليش صاروا 13؟ يعني كنا على الخمسة بموضوع قطع اليد. أيوه. ليش صاروا 13؟ لأن الشخص المحامي هو شخص واحد اللي رافع عليه حوالي 5 قضايا بتهم مختلفة، مرة عشان مش عارف قال إن ما فيش حجاب، مرة عشان قال إن القطع كده، يعني كل قضية بتهمة مختلفة. وللأسف هو إحنا المشكلة عندنا إن زي ما بقول لحضرتك تطبيق القانون، يعني حتى القاضي نفسه لما بيحكم في موضوع القطع، هل القاضي يطبق نص القطع على السارق؟ لا يطبق هذا، أهو ده إنكار للدين، إنكار لآية، أهو ده إزدراء للدين، يعني القاضي نفسه يحاكم بقاعدة إزدراء الأديان. حضرتك مقتنع كمان بعدم وجود الحجاب، وجوب الحجاب عفوا. نعم. بعدم وجوب الحجاب ومقتنع بأمور كمان مش مقتنع، هذا لا أستطيع أن أشرع أمر بدون نص. من يملك أن يفعل ذلك يفعل، أنا لن أفعل. بس سؤال، هل قد تلقى المصير نفسه لو كنت دخلت مصر؟ شيء طبيعي، وهدخل مصر، أنا بروح مصر لأن أنا الموضوع بالنسبة لي أنا يعني الحمد لله مؤمن بالله ومؤمن بمصيري. حضرتك مقيم بأستراليا لأنه نذكر. نعم. المشاهدين، يعني خلينا نروح شيخ عبد الفتاح على هذا الموضوع، يعني حضرتك هل ترى أنه سجن محمد عبد الله ناصر المعروف بميزو محق بناء لما تقدم؟ الحمد لله رب العالمين. أنا لست في وارد الدفاع عن القضاء المصري إذا كان مصيبا أم مخطئا، ونحن رأينا أن القضاء في الدول العربية تشوبه شوائب سياسية إلى حد بعيد لا تخفى على القريب والبعيد. ويكفي أن نعلم أن القضاء المصري حكم ب 15 سنة على من يرفع شعار رابعة، فمن يرفع شعار رابعة يستأهل 15 عاما، فإذا حكم 5 سنوات يعني هذا رافع إصبع واحد فقط أو إصبعين. ولكن الذي ينبغي أن يعرف في لبنان، نحن هنا الأسبوع الماضي صار عندنا مشكلة أن أحد المطاعم دخل إليه أناس فاشتروا طعاما وتسمم أحدهم، عمل ضجة كبرى وتحركت النيابات العامة وزارة الصحة. نحن لا نقبل أن يتضرر مواطن من طعام، وسنحرك كل الجهات المختصة لملاحقته. والضيف العزيز قال قبل قليل إن القضاء ملزم أن يستحضر ذوي خبرة في المسألة التي سيحكم فيها ليكون أهل الخبرة من الأدلة. فهل ميزو أو غيره من الأشخاص الذين يتكلمون في المسائل الدينية، هل هذا هو الاختصاص الطبيعي لهم؟ يعني أنا أتصور أن يكون هناك رجل قضى عمره أو شطر عمره بين الكتب وأن يخرج لنا مؤلفات كثيرة ونظريات ثم أن يخطئ في مسألة أو أخرى، لكن أن تتجمع أخطاء حول رجل خرج بالأمس وتتجمع وتتكاثر بشكل كبير، هذه مشكلة ما بعدها مشكلة. أخبريني يا ستريما، وزارة الصحة التي قامت في عهد الوزير السابق بنشاط ليس له سابق وجعلت تتابع كل المحطات وتعمل على تنقية الطعام ليكون صحيا بين يدي الناس، أيستأهل الطعام الذي يأكله أفراد الناس أن نحميه؟ ولا يستأهل الفكر ولا الدين الذي يعتبر ركيزة من ركائز الإنسان لا يتخلى عنه، ألا يستأهل أن نحميه ممن يحاول تضليله؟
نحن يا ست ريما، بس دكتور مصطفى صاحب علم يعني، وهو كمان ما قلت الان هو كمان عنده اراء. انا بعد ما دخل الموضوع اذا كان يأذلني الاستاذ خالد، هو بيقول على محمد هل يحق له انه لا دقيقه بعد لا انا مش بقاطع برا، نحن انه ما حدا يقاطع، انتوا متفقين كل حدا يخلص لحاله. انا مش بقاطعك، انا برد على الحديث وبعدين ننتقل. لا في نقاش يعني، ما بقاطع محمد زميل خريج ازهر زينا، هو اصغر مني في السن ب 20 سنه، لكن هو ازهري من الطفوله، فعاش حياته كلها يدرس في الازهر، خريج كليه اصول الدين، يحمل شهاده العالميه، يعني الشهاده بتعطيه الحق ان هو يقول رايه في الدين. ازاي اجي انا النهارده اقول له انه مش من حقه؟ من يملك ان يقول ذلك؟ نحن نعرف يا ست ريما، نحن نعرف ان الطبيب اذا ارتكب خطا فاحشا تسحب منه شهاده الطب، وربما يوضع ويقبع في السجون اذا كان خطاه فاحشا. شو هو خطا فاحش؟ دقيقه بس، انا تابعت دقيقه. نعم. انا تابعت موضوع ما ذكره الشيخ مصطفى بان سبب سجنه هو موضوع قطع اليد، انا ما رايته في حيثيات ما ذكر في هذا الموضوع. ذكر حكم ثاني بقى. دقيقه بس، ما في كذا حكم. دقيقه، السجن الذي صدر بالحكم 5 سنوات سببه 6 فتاوى لميزو، كلها فتاوى تقشعر منها الأبدان. تصوري مثلا، أول شيء بيقول إن ممارسة الجنس بين غير المتزوجين ليس زنا، يعني في دعوة للفاحشة أكثر من هذا الموضوع. هذا واحد. اثنين، بيقول بأن الرقص الشرقي، وهذا سبق أن ذكره، الرقص الشرقي هذا ليس حراما، بل شوفي هو اللي بيقول، والشيخ مصطفى اظن على منواله في هذا قبل قليل كما ذكر. منواله في ايه؟ في الرقص الشرقي؟ لا 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 لا، خلينا في على منواله في انك لا تحرم الا بنص. الذين لا يحرمون الا بنص وبداوا ينزعون من الشرع احكاما كثيره، وجد ميزو او وجد المصطفى الشيخ مصطفى راشد ميزو هذه الفتوى له بان لبس النقاب حرام. لبس النقاب حرام، لبس النقاب حرام، وأنا أريد نصا منك بمقتضى كلامك، جيب لي نص على أن النقاب حرام. قال النقاب حرام وبدلت الرقص حلال، وهو قال شاف نعيمة عاكف، أنا أول مرة بطلع على الاسم وأتعرف إليه، شاف نعيمة عاكف. أنا دفاع محمد مش معناه أن أنا بأيد رأيه، أنا مش بقول لك أنا مش بأيد رأيه في هذه المسائل. بالله عليك وأنت الآن ما عم بحكي مع الست ريما، بنحكي مع أي إنسان آخر. إن هؤلاء الناس الذين يعملون في الرقص الشرقي والرقص الغربي هم يعرفون تماما المعرفة إذا كانوا من بني الإسلام بأن ما يفعلونه هو حرام، وكثير منهم يتوب إذا كبرت به السن أو تعرض لأمر أو لمرض أو لواقعة معينة. بيقول الرقص الشرقي حلال، إذا كان الرقص الشرقي حلال، ونحن نعرف أن الرقص الشرقي لم يبقى فيه من الثياب إلا ما يستر السوأتين، بقي الآن، ما هو الدليل على أن أيضا ستر السوأتين واجب؟ ما المانع بناء عليه أن تمشي المرأة عارية وأن ترقص عارية على شواطئ العراة ولم يبقى حكم شرعي يمنع هذا؟ هذا ممكن أن يقال، لكن ليس في الإسلام. عموماً ليس في الإسلام. دقيقة بس لكمل تفضل خلينا ناخذ كل نقطة بنقطة لما نكون عم نخلص النقاط كلها. عموماً يا أستاذ خالد، الموضوع الرقص الشرقي أنا مش كل اللي بيقوله الشيخ محمد. أنت موافق عليه؟ لا طبعا، الرقص الشرقي حرام. اه طبعا، زي مع احترامنا لوجهات النظر، يعني كل شخص عنده وجهه نظر، وقد يكون الرقص الشرقي عند كثير ناس بيرقصوا هن قمه المؤمنين، هذه شغله بتخصهم كثير، مش وجهه نظر دينيه يعني. لكن لما حضرتك قلت دلوقتي النقاب وربطت بينه وبين الرقص الشرقي، انا مش فاهم ايه السبب الربط. لا الرقص خلاص احنا متفقين انه ده لا انا بس الفكره كيف أبحت العري ومنعت الستور. تمام، هذا هو الفكرة بس. تمام تمام، لا هو بس حضرتك عم بتصنفه بالعري يعني، حاول انه هذا رأيك يعني. بالنسبة لي أنا هو رأيه، هو مش رأيي أنا. لا بالنسبة لي أنا هو رأيه عم بيقول الرقص الشرقي نكتار فن ما بدي أدافع عنه. الرقص الشرقي ما هو شفت أنت قطعتني أهو، بس ترقص الست في الرقص الشرقي بتكون لابسة خمار وحذاء. نحن عم نحكي مسألة دينية يعني، بس بالمسائل ما عم نحكي لا عن فلانة ولا عن وجهات نظركم يعني. تفضل، أنا ما كملتش فكرتي. تفضل. فإذا كان الرقص الشرقي بالفعل حرام، وانا باكد هذا، انا يعني لست مع هذا، هو حرام يعني مكروه، بمكروه، وانا ارفض الراي انه ده يبقى حلال خلاص. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت وفي ذات الوقت، من يقول بان هناك نقاب او حجاب في رايي انا هو خارج عن الاسلام، لانه ياتي بشرع لم ياتي به الله، لا يستطيع أن يقدم نص أو دليل واحد على دليل النقاب أو الحجاب. من يقول بذلك؟ وبتحدى، أنا بقى لي 20 سنة كاتب كتاب بقول الحجاب ليس فريضة إسلامية،
لأن لا أستطيع أن أقول أمر بدون نص، وإلا يبقى أنا بكذب على الله من كذب عليه متعمدة فليتبأوا مقعدهم النار. ده موضوع مش سهل. شيخ خالد، في نص بهذا الموضوع؟ بالصمت، عايز نص. دقيقة يا شيخ مصطفى، أنت استصعبت أن يقول أحد بأن النقاب موجود، ولم تستصعب أن تخرج أئمة الإسلام وكباره من الأعلام خارج الإسلام. أبو حنيفة كان يقول بأن تغطية الوجه مش الرأس واجب، خرج من الإسلام أبو حنيفة. حلو قوي. الشافعي خرج من الإسلام. حلو، كويس. أنت عم تقول أنت قلت هاي. حلو، يعني أنت دلوقتي بتقول الأئمة قالوا الكلام ده. طبعا أنت تعرف أن الأئمة بالكامل لا يوجد ليهم أي مصدر ثابت، بمعنى لا يوجد مخطوطة لأي واحد منهم. الناس دي ماتت من الألف سنة، اللي موجود كله كتب مطبوعة عمرها 200 سنة. أتحدى واحد يجيب لي كتاب واحد لأي إمام، سواء أو حتى رواة الأحاديث، يجيب لي كتاب مخطوطة وإذا كانت تلفت يجيب لي النسخ بتاعها، أو التاريخ يقول إن كانت موجودة وتلفت. إحنا بنتكلم، هذا الكلام سمعته منك. معلش 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 أكمل. طيب إحنا بنتكلم عن أمر ليس لدينا أي تأكيد عليه إلا مش صحيح يا صديقي. أكمل أكمل. إلا ما يتناقل عن كتب مطبوعة من 200 سنة، ومفيش، أنا بقول لحضرتك هو تاني بكرر، مفيش أي كتاب مخطوط باسم أي حد من هؤلاء. القرآن، القرآن الموجود بين أيدينا هو القرآن. هو ده بقى، هو ده. هو عشان كده لما بيجي يحط أي حد يحكي معايا أقول له أنا بؤمن بالقرآن وبالأحاديث، ما طيب بؤمنش عندك بالفقهاء. عندك نسخة مخطوطة للقرآن؟ هات لي ما في، هات لي عشان كده أقول له إيه بقى، هات لي قرآن، هات لي آية، هات لي حديث متواتر، برضو متواتر بحدد، لأن احنا عندنا 660 ألف حديث. الصحيح المتواتر منها الذي يستطيع أن أخذه ويكون سند لحكم 2000 حوالي 2422. أما باقي الأحاديث لا تصح أن تكون سند لحكم مطلقا، مش فرض. نعم. فهيسوء يجيبوا لنا أحاديث غير صحيحة عشان يأكدوا على أن ده فرض، يجيبوا لنا آيات من غير ما يعرفوا أسباب نزولها. هي هو احنا عافية؟ احنا عايزين نحط عندنا شرع بمزاجنا؟ كيف يعني؟ يعني ازاي انا اكذب على ربنا واقول هذا فرض بدون اي دليل؟ لو سمحت ادوا لنا دليل يا اخوانا. وانا الكلام ده بقوله بقالي 20 سنة. انا من فضلك قولوا لنا دليل. انا بدي اوجه كلامي الان مش للشيخ مصطفى راشد، بدي اوجه كلامي للمسلمين الذين يسمعوننا. ان هذا الادعاء ادعاء تجافيه الحقيقة. إن كتب أهل العلم من صحيح البخاري وصحيح مسلم موجودة، النسخ المخطوطة منها في الشرق وفي الغرب وفي بريطانيا وفي مكتبة المخطوطات العربية وفي مكتبة الأسد في سوريا، موجودة النسخ والمخطوطات ومكتوب عليها السماع، السماع سمع هذا الكتاب فلان من فلان من فلان، موجودة مخطوطة، مخطوطة موجودة كاملة. حدد لي واحدة موجودة، حدد لي واحدة موجودة. حدد لي واحدة. هل تعلم، هل تعلم أن لصحيح البخاري دقيقة بس هل تعلم أن لصحيح البخاري 39 نسخة مخطوطة؟ أتحدى، مخطوطة، أتحدى، موجودة. أنا لفيت أنا وياك، أنا لفيت العالم ورحت بلده نفسها عشان أدور على المخطوطة. ثم الآن بس سؤال، فين المخطوطة؟ السؤال لك الآن، أنا بسأل بعد 15 سنة. ما الذي يجعلك تقبل أن هذا القرآن هو القرآن ولا تقبل أن هذا؟ لأن ليه مخطوطة؟ وين مخطوطة؟ طبعاً ده في ده عدة مخطوطات. أتحداك، أتحداك، جبرية لا منطق. لا 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 لا، يبقى أنت، يبقى أنت مش عارف أن في مخطوطة في لندن، في مخطوطة في المغرب، في مخطوطة نفس نفس المكتبات فيها كل المخطوطات تبع هذه الكتب. طب أنا تمفت أكثر بهذه النقطة بالتحديد. قال كمان نقطة رئيسية، قال أنه عن تعريف الزنا، وكأنه قال أنه يعني ممارسة الجنس بين غير المتزوجين ليست زنا. هل سمعت هذا سابقا؟ انا ما انا بقول لك مش كل اراء محمد انا بتفق معها. انت استاذه يا سيدي، انا مش كل اراء بتفق معاها. ولا هذا تلميذ عاق ولا لم يسمع كلامك. لا ما صحش، نحن لانه هو انت استاذه، هو غايب وكل واحد بيقول وجهه نظر، لكن انا لا اتفق معاه في هذا الراي. اما في اراء اخرى محمد حبس عليها زي القطع ده قضيه. لا لا لا، القطع لم يذكر. وهل وينبغي ان تعلم يا صديقي؟ اسمع يا صديقي، كنت معاه على اسمع يا صديقي، اسمع، انا كنت محمد على التليفون، موجود اليوم هذا النت موجود، لم يبقى شيء مخفيا. انت بالنت ولا بالشخص نفسه؟ دقيقه بس، ايهما اصدق، النت ولا محمد نفسه؟ هل تعلم انك محمد بعت لي صوره عريض دعوه؟ دقيقه بس يا شيخ، انا قريت عريض دعوه. هلا هو يحكم شخص 5 سنوات لاجل قطع القطع القطع هيدي، يعني هيك الحكم هذا؟ لا انا عم، ايوه هو ده اللي حصل. هل يحكم 5 سنوات؟ هل تعلمين، دقيقه بس، هل تعلمين أن ميزو ليس هو أول من ابتدع هذه المقالة، وأن هناك كثير من علمائنا اليوم من يقول بأن القطع المقصود به هو أن تمنعه من السرقة، أن تمنعه من السرقة وأن وأن، فهو ليس أول واحد. حلو، ولكن ولكن الأمور الأخرى التي لا يمكن أن يتصورها. خليني أكمل لك مثلا، شو بيقول؟ بيقول البخاري ده
البخاري ده كتاب مسخرة يا شيخ خالد، كتاب مسخرة بالله عليك. بدي أسألك سؤال يا شيخ خالد، العلم هنا في لبنان، العلم في لبنان، ألا يحتل العلم عندنا في لبنان رمزية معينة وتجعل إهانته صاحب من يهين هذا العلم يا شيخ خالد ممن يطاله القانون؟ عشان ما نظلمش راجل مسجون يا شيخ خالد، ده مسجون، واحد مسجون وغايب عشان ما نظلمش. البخاري مسخرة؟ لا طبعا. طيب لا بس البخاري مين؟ هذا حكم بس ثواني. طيب. بس البخاري مين؟ البخاري كأحاديث مش شباب. البخاري شباب جيبوا لنا كلينكس لو سمحت. كتاب محدد، كتاب محدد للأسف لا يوجد مخطوطة، لكن كبخاري كشخص كإمام لا طبعا في أحاديث صحيحة في البخاري. لكن بالنسبة لمحمد اللي غايب، أنا بأكد لك عشان بس ما نظلمش اللي غايب، أنا عريت الدعوة شفتها، أسباب الحكم شفتهم، وبقول لك بكل تأكيد محمد خد 5 سنوات في أول درجة عشان هذا السبب فقط، إنه فسر كلمة القطع والكلام ده. هذا منه صحيح، هذا منه صحيح. أنت الآن جزأت المسألة. أنا عندي 6 أسباب بقول لك موجودة في الحكم، موجودة في الحكم يا أخي. أنت بتتكلم عن حكم تاني. طيب. بقول لك عندي ثاني وثالث ورابع، هي كلها قضايا متشابهة. 6 أحكام هو. طيب الآن أنت مش عايز يسمعني، هو مش عايز يسمعني، هو مش عايز يسمع الأستاذ خالد. جبتوه بالريبورتاج قبل قليل. ما رأيك في رجل يأتي فيقول في أول يوم وبجانبه قطته، كانت القطة حده، بيقول أنا المهدي المنتظر، أنا محمد بن عبد الله الذي بشر النبي بي. ثم في اليوم الثاني أو الثالث بيقول أنا كنت بهزر. حلوة. بالله عليك يليق هذا؟ أنا لمت على ذلك، أنا لمت على ذلك، لمت على ذلك. أنت لمته شفهيا، القانون لامه جزائيا وحطه بالحبس. كويس، يعني ما نشقى من هذا الكلام. تهم تراكمية برأيك من بس. نعم. هو بعدين وهو كان بيقصد من المسألة دي عشان هو غايب المسألة المهدي المنتظر. قال أنا حبيت أنبه الناس إن مفيش حاجة اسمها مهدي منتظر، مش هيك هذا. بس هو طبعا عملها بصورة تمثيلية، بس هو يقدر يقول كده، يعني يقدر يقول إنه مفيش حاجة. أنا اللي بقول مفيش مهدي منتظر، أنا اللي قايلها من 15 سنة وتحديت إن حد يجيب لي نص، تحديت إن واحد يجيب لي نص واحد يثبت إن في مهدي منتظر. هو الموضوع إيه؟ إحنا مش الموضوع، أصل إحنا بنقول كلام. صديق حسن خان يعني جاب 30 حديثا على أن هناك مهديا منتظر. واحد حديث واحد، 30 حديثا موجود. هات لي حديث واحد. اتق الله يا أخي، أتحدى الكتب موجودة. أنا بسألك الكتب موجودة. هات لي حديث واحد يخرج. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك إيه، سند وخد بالك. خلينا نسمع لأنه هذا اللي عم تقوله كلام يعني خطير يعتبر. لا ما هو الكلام ما يبقاش من غير دليل. غير دليل. في موضوع المهدي مثلا، المهدي ليس مشكلة عائقة بيني وبين الشيخ مصطفى أو بين في الفكر الإسلامي، لأن هناك مفكرين إسلاميين أنكر وجود المهدي، موجودين. نحن مش عم نحكي عن هذا، نحن نحكي عن قطعيات في الدين. جيب لنا، أتحداك تجيب لي عالم واحد على منطقك أنت يجي يقول بأن غطاء الرأس لم يكن في الشريعة. حلو قوي. عالم واحد بس. حلو قوي. أرد بقى، أرد خليرت. كويس قوي. تفضل. أنت بتقول لي عالم واحد، أنا كان نفسي تقول لي هات لي دليل ما يبقاش يعني يؤكد الحجاب أو ينكر الحجاب من القرآن أو من الأحاديث، لأنك تؤمن بالقرآن والأحاديث ولست تؤمن يعني أنت كده بتخليني أؤمن بالفقهاء أو بالأشخاص. أنت هي دي مشكلتنا مع لا 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 مع حضرات حضرتك وأمثال المرجع الكتاب والسنة. دايما المرجع والكتاب والسنة بيرجعوا للفقهاء. الفقيه بشر، وحتى لو صحابي بشر، أنا أؤمن بالكتاب، هات لي نص قرآني، هات لي حديث صحيح. لا يوجد اي نص قراني يؤكد ان الحجاب الزامي. اتحدى ان واحد يجيب نص قراني يقول ان في حجاب، او حديث يقول ان في حجاب. واثبت لحضرتك حتى الحديث بتاع اللي هو السيده عائشه اللي رواه ابي داود، لما سيدنا النبي شاف السيده عائشه وهي لابسه، السيده اسماء لابسه خفيف، فقال لها اذا المنسوب لسيدنا النبي طبعا عشان الناس تبقى فاهمه. هذا الحديث غير صحيح. لما قال لا يجب على يظهر من المرء هذا وذاك واشار الوجه وكفين، هذا الحديث غير صحيح، لان اللي راوي الحديث نفسه خالد بن دريك لم يرى السيده عائشه. واللي قال الكلام ده مين؟ اللي هو المصدر لا 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 بتاعه. هل يتفق معك ميزو كمان بموضوع اخر كنا عم نناقشه مره باستوديو للنشر وهو موضوع الخمر؟ انا مش ومش معنى كده ان انا بهاجب، انا بقول الحجاب مكرومه، اللي عايز تلبسه البسه، لكن بقولش فرض من عند ربنا. ما قلتش فرض، خليني في فرق. اهلا وسهلا الحجاب، وانا يعني الله يرحمها بقى زوجتي كنت بتلبس الحجاب. طب شو الهدف؟ لكن شو الهدف؟ انا كنت بقول لها بس مزيد من الحشمه يعني، ما فيش دعوه، لكن ما بقولهاش فرض. دايه بس مش فرض بس حشمه يعني. يا ستريم تفضل. نزل القران الكريم وفيه آية تقول وليضربن بخمورهن. حلو تمام. سور دي سورة الأحزاب النور. خليني أكمل. تفضل. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. أيوه تمام. قالت عائشة تمام. وقالت أم سلامة
لما نزلت هذه الآية انقلب نساء الأنصار كأنهن غرابيب. الرواية غير مثبتة. صحيحة موجودة. رواها أبو داود والنسائي والترمذي بسند صحيح. قول لي سبب نزول الآية. بسند صحيح. أنا همشي معك. أنا بدي أقول بس. قول لي سبب نزول الآية. خليني أكمل يا حبيبي. ماشي اللي أنت قلتها. قول لي سبب نزول الفكرة. حنقول. ما لو قلنا سبب نزول هنعرف السبب. العبرة دائما في قاعدة إن كنت تعرفها أو فعرفها. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أوكي قول لي سبب بعموم نزول اللفظ. طب حاضر قول لي سبب عليها خصوص السبب. حاضر قول لي سبب نزول الآية. نعم. لو عرفنا سبب نزول الآية اتفقنا برا. خلينا نكمل. طب تفضل. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. نعم. الخمار رحنا نحن على كتب اللغة العربية حاطين لنا ابن منظور. ما اختلفناش. ما اختلفناش. الخمار عادة موجودة وطول عمرها لكن نص الآية لو عرفنا سبب نزول الآية عشان كده انا بسألني سبب نزول الآية مش راضي يقول سبب نزول الآية هيبين لنا ماذا تتكلم الآية وعن ماذا تتكلم بدي أقول بس للأخ... من فضلك قولي سبب نزولها من فضلك قولي سبب نزولها بدي أقول لحظة احنا كده بنقول للناس قال الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن هذه الآية نزلت في السنة الخامسة للهجرة عشان على إثرها انقلب نساء المسلمين كلهم سبب كلهن انقلب نساء المسلمين كلهن واضعي واضعات الخمار على رؤوسهن سبب بقى روحنا ما بيهمني انا السبب روحنا دقيقه كده السبب لا 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 ازاي كمل الفكره بعد بس سريعا لو يا حضرتك تقول دقيقه كمل الفكره بس عشان الناس بيسمعونا في القرآن الكريم عندنا آية بتقول بأن المرأة يجوز أن تبدي زينتها لأبيها ولأخيها ولعمها ولخالها فأنا الآن بدي أسأل الشيخ مصطفى راشد إذا كان هذا الرأس يجوز أن يراه كل الناس فما الذي يجوز أن تريه لأبيها ولأخيها ولا تريه للناس لما تقرأ الآية تقول الآية هيك عم تعملها قاعدة حسابية طبعا يا أخي ما أنا بقى هجاوب لك وهقول لك بقى أسباب النزول لا بس أنا يعني ما بعرف حمسني أدخل بهذا الحديث على هالطريقة اللي أنت عم تقولها بس هيدا بالماتيماتيك يعني بعلم الحساب أنت عم تاخذ ظروف خاصة جدا وضعيات خاصة جدا معلش أنا أرد بس أنا أرد أستاذ ريما ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن فأنا بدي أقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر بس ما تقولش الآية إلا ما ظهر اسمع يا صديقي لا ما هو اسمع يا صديقي ده إلا ما ظهر دي اللي فيها كلام اسمع يا صديقي في شيء ممكن للمرأة في الإسلام أن يراه أبوها ولكن لا يراه الأجنبي أرد أنا بقى يعني كده أظن أرد بقى أديني فرصة أرد لا خليري خليري تفضل نمرة واحد الآية اللي ذكرها أجب على السؤال هجاوب إلا ما ظهر ده في استثناء في الآية لما يظهر من المرأة والشعر مما يظهر لكن أنا عايز أرجع للصورة اللي قالها أو الآية اللي قالها وليضربن بخمورهن على جيوبهن بتاعت سورة النور هو ما قالش أسباب نزولها لما نعرف أسباب نزولها نعرف أن الآية ليس لها صلة بالشعر مطلقا أولا وليضربن ده أمر وليضربن بخمورهن ما قالش على رؤوسهن قال على جيوبهن الجيوب دي فتحة الصدر طب ليه ما قالش على رؤوسهن لأن هي الآية نازلة عشان كده كان بيمشوا بصدور عارية لما نعرف أسباب نزول الآية وأنا بقولها ودي الدنيا سمعاني أهو لما كانوا بيمشوا بظهور بصدور عارية فجاء الإسلام قال هذا الشكل غير لائق بالإسلام وليضربن بخمورهن على جيوبهن فتحة الصدر سترة يعني يفلوا يعني صدرهم طيب لو الخمار. هي مقصودة بالشعر لماذا كان الخمار؟ قال وليضربن بخمورهن معلش خمار لشو ما تقطعنيش ما أنا بقولها أهو لو كان مقصود الشعر كان قال وليضربن بخمورهن على رؤوسهن اما كلمه الخمار اللي وارده ضمنا اللي هم بيحاولوا يعلقوا عليها ما هو كله كان عنده خمار ده اليهودي عنده خمار المراه اليهوديه المراه الوثنيه كانت بتلبس لان دي طبيعه صحراويه ده لحد اللحظه دي حتى الراجل نفسه بيلبس البتاع اللي هو بيسموها عقال اللي هي تعتبر زي الخمار ده دي في لازم نفرق بين ان امر كان موجود بطبيعه العاده وبين انه ده يبقى امر الهي مش موجود ما اقدرش اقول ان الامر بالله عليك واضح تماما الصراحه ده للشراس يا ستريم طب انا عندي بس سؤال بموضوع الدين قد ايه مساحه ايوه اسهل بالله عليك اذا واحد عم تمشي عاريه الصدر انه يقول للاسلام غطي صدرك ولا يقول له وليضربن بخمورهن على جيوبهن يا نهار ابيض يا نهار ابيض بده غطي صدرك بده شعرك هتعرض الخمار في اللغه العربيه غطاء تعرفي انت الان طب انا عندي سؤال يجينا واحد بيقول بيروت مدينة ليست في لبنان هذا بيكون يعني خرافة
إذا بده يجي واحد ويقول الحجاب ليس في الإسلام، الحجاب في القرآن، والحجاب في السنة، والحجاب في التاريخ، والحجاب عند الفقهاء، والحجاب عند المحدثين، والحجاب عند اليهود، والحجاب عند النصارى، والحجاب عند الراهبات، والحجاب هذا لباس المسلمات منذ فجر التاريخ. لم يعرف أحد أن هذا ليس من الإسلام إلى أن أطل مصطفى راشد برأسه من أستراليا ليقول هذا ليس من الإسلام. بالله عليك هاي الكتب والتاريخ والأحاديث. لو إغضاء الشعر فرض يبقى كان المفروض يبقى فرض لبسه في الحج، ومش ما فيش دليل على هل يجوز ان تحج المرأة بدون طبعا يجوز ويجوز ان المرأة تصلي. خد بالك عشان بس دي معلومات لازم الناس كلها تعرفها، وما فيش دليل يمنع، ما فيش دليل بيأمر المرأة انها تحج بشعرها متغطي، ما فيش دليل بيأمر المرأة هل يجوز ان تصلي المرأة عارية، دليل بيأمر هل يجوز ان تصلي المرأة عارية؟ لا ما تاخذ الطرف الاكستريم، لا بلا نفس المنطق، ما فيش دليل بيقول ان المرأة تصلي يعني شعرها كلام عن الحشو محسوم، الحشو محسوم نفسه. ربنا ما امرناها ما امرش المرأة انها تغطي شعرها وهي بتصلي، ما فيش امر. خد بالك ده كل ده كلام احنا الفقهاء وشغل جدعان. يعني عم يحضرك على سؤال من الطرف الثاني، هل يجوز ان تصلي المرأة عارية؟ عارية ولا بغضاء شعر؟ عارية 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 تماما. هو اخذ الحال المعاكس كليا يعني. اذا كانت لوحدها قصدك ولا بتتكلم عن ايه؟ لا لا حالة، لا في فرق، في فرق. لو لحالة، لو لحالها منها لوحدها تماما في غرفة نومها يجوز ان تصلي عارية. عارف ليه؟ لان اللي خلقها هو، هي بتصلي اللي خلقها هو من بلبس من غير لبس، هو عارف دي هو اللي خلق ده. انتوا عم تطرفوا شوي كأن عم تحدوا بعض يعني، عم تاخذوا امثله لا يمكن انها تصير. طبعا لا حتى السؤال، حتى السؤال كمان متطرف وجواب متطرف يعني. هذه فتوى جديده عند الشيخ مصطفى راشد. لا 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 يا عمي، ان يصلين عاريات في بيوتهن ليالكم انبسطوا يا نسوان. عندك نص يا شيخ خالد، شيخ خالد مش هيدا المقصود، ما شاء الله عنك شيخ خالد مش هيدا المقصود. نص يامر ربك واتق الله، اذا سمحت لي ربك واتق الله، اذا سمحت لي اثنينكم لا يقبل الله، هي حديث النبي قال عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه بالغ الا بخمار، الا بخمار. فهمني كيف الخمار، كيف الخمار؟ استني بس يا شيخ خالد، لا يا شيخ خالد يعني نص الحديث ده اللي انت قلته ده حديث متواتر؟ متواتر انت عارف معنى المتواتر والاحاد انت؟ انا بس بدي اقول شغله، متواتر يعني سمحت لي شيخ خالد، اذا سمحت لي قلت 660 الف حديث، هل تعرف هو 660 الف حديث مش موجودين؟ حضرتك مش دارس الاول يا شيخ خالد، حضرتك مش دارس انا عارف، فعشان كده معلش ده حديث سنده لا تستطيع ان تاتي به كاملا. هذا كل الموضوع، بس في مجال تسمحوا لي احكي كلمه يا شيخ راشد؟ معلش اثنيناتكم يعني ضالعين بموضوع الدين، لا مش ضالعين، هذه فتاوى ليس لها. انت كل واحد حر بطريقته بالطريقه اللي تعلم. لا انا ما عم بحكي شيء، شو طول بالك وتلبسني تهدي؟ بدك تقولي لي ضليع بضليع؟ لا لا انا عم بحكي، نحن المره الماضيه سمعت له وانا الان اتحدى امامك، انا كل واحد بطريقته. بس اسمح لي، بس اسمح لي خلص الجمله، يقرا الشيخ مصطفى راشد صفحه من كتاب الله دون خطا. فيني بس خلص الجمله؟ اتحداك انا بجمله الان مصحف كله برد بس نفس شو عم بيقول امبارح على الكلام خصومي على اليوتيوب، على اليوتيوب. وانا عمري ما حلت لكم الميتة، الميتة باللغه المصريه. بس بدي اقول شغله، الميتة يا صديقي، الميتة والميتة اقرا. انا بس هذه المشكله اللي عندك بقى، عشان انت مش دارس. حضرتك دارس ايه؟ انت دارس. انا بسالك سؤال، انت درست الدين؟ انا طول حياتي بدرس الدين. الشيخ راشد الميتة والميتة قراءات، ولازم تعرف ان في حاجه اسمها قراءات. حتى الشيخ راشد والشيخ خالد لما تقول بينك، لما تقول بينك كم قراءة، كم قراءة، القراءة كم قراءات؟ لحظة شوي بس، فيني احكي كلمة قبل ما يخلص وقتنا؟ قراءات متواترة كم؟ بص يا شيخ، قراءات متواترة كم؟ انا سألتك سؤال، جاوبني على سؤال، رد على سؤالي عشان ارد عليك. قراءة متواترة كم؟ حضرتك دراستك ايه؟ انا بقول طيب وقتنا انتهى، بس انا كنت بدي اقول شغلة، يعني لو خليتوني كف جملة، كل حدا بطريقته يعتبر ضليع، بطريقته باسلوبه. لا بس اللي بدي اقوله انه السؤال اللي انطرح، السؤال اللي انطرح يعني متطرف يعني كثير اكستريم، والجواب اللي جاوب كمان كتير اكستريم. فبهالمحل ما بعرف اذا انتم عم تتحدوا بعض ولا عم تعملوا مش هذا، نحن عم نحكي انه هل يجوز ان تصلي عاريه؟ اجل يجوز ان تصلي عاريه، يعني كان عم تتحدوا بعض، مش تحدي. لو في نص انا مش هتكلم، ما انطقش. على كل حال الجدل الديني ضروره لكل الاشخاص انه يسمعوا. انا نصحتك خارج، نصحتك خارج الاستوديو، وانصحك الان يا صديقي، عد الى الله، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. تتقول على الله ما لم يقل، والله لأن تتاجر بكل التجارات، بكل التجارات. أنا تب إلى الله، أنا بدي أشكر وجودكم معي، على أمل أن ما تقول يضل النقاش على طول مفتوح، وأشهد الله على ذلك، وجهات النظر تتقارب. مشاهدينا رح نتابع محطات للنشر، بريك قصير ومن بعدها منعود لبقية فقراتنا اليوم. والد يمارس زنا المحارم مع بناته الأربعة ويقول لهن أنا أحق بكنا من الغريب. تجوزي ثلاث نسوان
اخر وحده هي صارت تعاونه وتشاركه بانه يغتصبنا، يعني صارت هي تنام معه معنا كمان. ثوب العذراء ممنوع في ثانويه كفر شيما. قلت له يا عمي انت عم تقول هذا رمز ديني؟ في اخواننا الاسلام لابسين حجابات، ما هذا رمز ديني كمان. عض ابنته الرضيعه حتى ماتت لان البنات يجلبن العار برايه. ماذا ستقول الام المفجوعه في للنشر؟ راحت راشيل على المدرسة بشهر المريمة، مريمة لبسة ثوب العذراء واعتبرت أنه هيدا جزء من دورتها وجزء من صلاتها وجزء من تقربها من الله، وإنما تواجهت بالمدرسة بقرار لرفض هيدا الزي ونقلها أنه بمعنى أنه ما بدنا نفتح أبواب على حالنا داخل المدرسة وأنه هذا الشيء نحترمه ولكن مش داخل المدرسة. حنشوف الروبورتاج ونشوف بعدين ضيوفنا شو رح يقولوا بهالموضوع. أنا مسلمية سنية، جوزي مسيحي ماروني، بناتي مواريني، مثل ما عندي العذراء بالبيت عندي القرآن. اجت بنتي قالت لي نهار بدي البس ثوب العذراء نادرة، قلت لها كانت هي فرحة لنا كلنا إنه بنت بهالعمر عم بتفكر بهيك أمور وعم تندر، يمكن بعمرها ما بتعرف شو هو الندر. ورحت على المدرسة ما توقعت إنه يصير فيي هيك. بتعيط لي المديرة بتقلي إنه هيدا ممنوع تلبسي بالمدرسة، اليوم يمكن مرق لك إياها بس بكرة لا، أو بتضلي كل نهار برا الصف. طلعت تاني يوم أنا وياها لابسة الثوب، هاي دغري قلت لها ممنوع تفوتي على المدرسة، رجعي مع بيك غيري ثيابك. قلت لها خليني أحكي معك كلمتين، قال إيه شو بدك؟ قلت لها يا عمي أنت عم تقولي هيدا رمز ديني، في إخواننا الإسلام لابسين حجابات، ما هيدا رمز ديني كمان. لما قلت لها أنت مسيحية قالت لي مش لابسة صليبة؟ ومش مزعوجة، ممنوع، وأنا المدرسة بدي ديرة مثل ما أنا بدي، فتركوني ديرة مثل ما أنا بدي. أنت لازم تشجعيها مش تقولي لها لا ممنوع. المدرسة داير بأرض داير بأرض كنيسة وبأرض فيها صليب، ليه بدها تمنعها؟ يعني كأنه الواحد صار مفوت شوية حشيش على الصف. ليه بدك تبكي لي بنتك كرمال ثوب العذراء؟ ثوب العذراء شيء مقدس، ليه بدك تمنعيها فيه؟ شو عيب ثوب العذراء؟ لهيدا الموضوع بالاستوديو رح يكون معنا راشيل واهلها، ورح يكون معنا على الهاتف بعد شوي بير هاني طوق لكمان نستوضح منه رايه بهذا الموضوع. بدي رحب بوالد راشيل استاذ ريشار وست ماجده. وراشيل نحن بالروبورتاج دائما بنحترم انه الاولاد تحت 18 ما بنحط صورتهم حتى لو اهلهم موافقين على هذا الموضوع، ولكن كونك حضرتك كمان استغربت انه ليه بالروبورتاج نحن هيك عاملين وانتم قلتوا موافقين، فهذا بيكون على مسؤوليتكم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. خليني فوت على الحديث، يعني خليني اخذ يعني جانب المدرسه بهالموضوع لان قدر يكون عندنا جدل شوي منطقي. جميل اول شيء انه في زواج مختلط وهذا شيء بحب دائما انا اعلق عليه ايجابيا. طبيعي. ومشان هيك كمان تركنا انه قصه عم تحكي عن الدين بقلب الروبورتاج، انه بالعاده كمان بنختصر هالامور، بس حبينا نفرجي انه الموضوع مش طبيعي. زواج مختلط نحن على طول معه. تعايش، هذا التعايش اللي بيحكوا فيه عم نعيشه. جميل، هذا اكثر من تعايش بكثير. سؤال انه المدرسه يعني ما فيها كمان تعتبر انه هي ملتقى لاكثر من طائفه بنفس الوقت، ما فيها تعتبر انه كل جهه لما يكون عندها مناسبه بدها تجي بزي لها. بركي هي وجهه النظر. يعني اذا هذه وجهه النظر انا ما مش مقتنع فيها، لان ما دام كل طائفه لها حق تلبس وتلبس زي اللي الديني تبعها، طب احنا هذا زي دين العذراء يعني بشهر مره. وبنتي ندرت يعني لا انا قلت لها البسي ولا شيء، بس برايك هيدا حرام يعني تيجي تكسر لها دعوتها وتجي بنتي على البيت عم تبكي؟ طب يعني مش معقوله، ما لقيتها طبيعيه يعني. بس برايك مدام ماجده يعني لما يعني تجي طائفه معينه بهذا الثوب بشهر معين، طائفه ثانيه بمناسبه ثانيه تجي بثوب معين، ما كانه صرنا عم نعرف مين شو طائفته؟ يعني صار في تصنيف بقلب الصف، وهذا الشيء يمكن اذا بيغيب وما بينعرف افضل ببلدنا. هو تصنيف موجود،
موجود من قبل ما تلبسه. يعني هلا بنت لبست التوب، بس في عنا بالمدرسه كثير من الطائف الثاني ولابسين الحجاب، يعني موجودين ومبينين. بس الحجاب يختلف، الحجاب واجب ديني فرض مفروض، يعني يختلف. هذا شيء جميل تستنسبه، استنسبته وطلع لي بقلك كثير كمان وحماسي وحلو كثير تجي فيه لعنا. احنا اللي مش عم نضطر نحن، بس انه يختلف، يعني يختلف الموضوع عن قصه الحجاب. احنا مش اخذينا بوجهه طائفيه الموضوع، يعني اذا بدك تاخذيها طائفيه نحن مش اخذينها طائفيه. انت ما حتكون ياخذها وجهه نظر طائفيه، ما انت يعني ما انت لان هلا في محمد جوزيف، يعني المظاهر والاسم ما بعده الاسم، جوزيف بيان مسيحي ومحمد بيان مسلم. لا هو جميل انه ينحكى عنه هذا الشيء قدام الكل وكل اللي قربوا على هالمسائل، بس يمكن الطريقه اللي حكيت معكم فيها المديره كيف كانت؟ الطريقه انه كانت انه هي بدها تدير مدرسه. جيناها انه ما في قرار من الوزاره بيمنع، حكينا مع ناس من الوزاره قالوا اوكي فيها تلبس، خلي يحكوني انا مدرسه بدي اديرها مثل ما انا بدي. احنا جينا على الاسلوب، الاسلوب نعم. اول شيء بلش غلط، سالنا بغير مدارس، بغير مدارس في مدارس بتمنع الحجاب وبتمنع تلبس اي توب، نعم. قداش اي مظاهر دينيه مانعتها من الاساس، ممنوع هون ممنوع هون، ممنوع للكل، يعني ممنوع على الكل. مش انا بسمح بالحجاب او مسموح للكل وبرفض شيء تاني. هي خايفه من شيء معين، يعني بتفضل انه الاولاد، يعني بتفضل انه الجو يكون شكله علماني. هي مش بتفضل شكله علماني لانه مبين مش علماني، اللي بتفت يعني مثل عملي صيف وشتاء حتى سقف واحد، لا يعني مبين مش علماني بقى، صار مبين طائفي من جهه وحده ونحن هذوليك متغيبين. يعني سوري اذا ولد بالغلط بين الصليب بتعيط عليه بتلطه بالصليب، لا مش لهالدرجه، يعني ما بدنا نكون لهالدرجه. يعني انا ما بحب الطائفيه، وعندنا نحن اخوان شيعة اخوان نحن وياهم، يعني لكلنا اخوان. لا 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 نحن مسابين بمنطقه هنيك بالضاحيه، وانا بعرفهم بيحترموا ستنا مريم اكثر منا. ما في شك، ولو هاي المدرسه بالضاحيه ولبسته ونزلت انا اكيد بكرموها وبيستقبلوها. لانه ولكن هي يمكن عم تحكي، هي بيحترموا كل الطوائف. نحن عم نحكي عن متوسطه كفرشيما، يمكن عم تحكي هي من وجهه نظر انه مؤسسه استبداد. انا ملاقيها استبداد، ملاقيها انا ملاقيها منا استبداد والامر لي. انت حسيتي حالك مظلومه رشال بهالموضوع؟ ايه طيب، خلينا في بنت سمحت لها بالسنه الماضيه ليه؟ بعطيك طيب جربت تحكي معها لحالك تستفسري ليه؟ تفهمي ليه على القليله؟ لا اذا كان قانون المدرسه هيدا انت ما عندك مشكله تحترميه اذا كان قانون المدرسه ما هيك؟ طيب جربت تحكي معها لحالها؟ حكيت معها قالت لي انه كرمال مشاعي بساعة عاشورة بس مشان هيك. يمكن هي عم تجرب انه الكل ما يفوتوا ب مثل ما قال لك، يعني هي عم تتجنب انه يكون في تصنيف بقلب المدرسه لكل حدا يعرف الثاني. بيجوا عاشوراء يعني يكون الجو العام، الجو العام تربوي اكثر ما انه يروح على اتجاهات ثانيه. خليني اخذ بير هاني طوق وشوف رايه بهذا الموضوع. مساء الخير بير هاني. الله معك، مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. انا بعتذر عن عدم حضوري احترامي الشديد لبرنامجك. ولا يهمك، اهلا وسهلا فيك على كل الاحوال، نقدر ظروفك. الله يخليكي. حضرتك سمعت الحديث وببلد هيدا يمكن بركه نكون منتمين لكل الاديان فيه، هذه هي البركه الحقيقيه صراحه. بس بالنسبه ل يعني لو موقف المدرسه بهالموضوع، كيف بتلاقي حضرتك اللي صار مبرر او لا؟ ستيما، بحسب القانون اللبناني الكل له الحق ان يكون له حريه العباده وحريه الضمير، وهذه معروفه بلبنان وبيمتاز فيها عن كل الدول العربية، وهذه نشكر الله عليها بلبنان. يعني الكل له الحق بأن يعبر عن ديانته، بأن يعيش طقوسه، بأن يعيش أفكاره، بأن يعبر عنها خارجيا، مثل ما له الحق أنه يعيشها داخليا بقلب بيته وبقلب مجتمعه. هذه من الناحية القانونية. هلأ من الناحية الاجتماعية أو المجتمعية، في نوع من الأمور بتتاخد بعين الاعتبار، يعني مش كله بالقانون. انا يمكن بالقانون البلكونه اللي عندي بالبيت هو بلكونه هيدا الي، بس بالعرف ما فيني اعمل علي اللي بدي اياه، بدي احترم الجيران، بدي احترم الناس اللي انا قاعد انا وياهم، بدي احترم الجو العام. نعم. انه واحد يلبس ثوب العبا هذا شيء محبب، بتعرفي بمسيحيتنا واحد هيك بيرجع بيلتزم بافكار معينه، بيعيش نوع من طهاره، بيقدم حاله خلال هالشهر كليا انه يكون طاهر القلب والفكر والتصرف، ويكون حقيقه حاطط حاله هيك قدام الرب. هيدا شيء مستحب وحلو ولا بل يمكن بعض الاوقات بنشجعه، بس كمان بدنا نحترم كمان بالقانون هالمطرح يلي نحن بنروح عليه، هالمطرح يلي نحن
بنلتزم فيه، يعني اذا انا اخذت قرار انه اكون بهالمدرسه، هالمدرسه عندها قوانينها، مثل العسكر تماما، يعني في كثير عسكر بحبوا انه يربوا لحيتهم، ويمكن بشهر الصوم عندنا او برمضان بحبوا انه يتركوا اللحيه، بس بالعسكر في نوع من القانون بيقول انه انت بتحلق لحيتك كل يوم وتلمع الرنجل تبعولك وتكون لابس بدله العسكر، لانه هيدا في نظام المؤسسه يعني اللي انت فيها، نظام المؤسسه اللي انت فيها مثل ما باماكن كثير وبمؤسسات او بالبنك. حتى لو انا بالبنك انا ككاخوري اذا بدي اروح اشتغل بالبنك بدي اضطر البس البدله مع الجرافات يلي هي تبع البنك احتراما لما المؤسسه اللي انا موجود فيها. هو الحيره اللي موجوده فيها، الحيره اللي عايشتها المديره بمبدا عم بعيش ايماني بعمقه. نعم، هي الحيره اللي عايشتها المديره، يعني كونها هي كمان بتقول انه هي لا يعني ما بتحط شعار ديني بداخل مدرستها، يعني بمحل معين كمان اذا يمكن كل المؤسسات فكرنا نحن نلبس اللي بدنا اياه فيها، ما بعرف اذا كمان بكون يعني بلد هالقد دقيق مثل لبنان بشكل مقبول، يعني بنصير نعمم لانه في اختبار معين مع المسيحيين بريت لبنان عم بيعيشوا هيك نوع من الم معين، وعم بيعيشوا نوع من ما بدي اقول اضطهاد، نوع من عن جد هيك نوع من الم كبير، نوع من قلق وخوف، يعني خلينا نقول مش ضروري مش قلق وخوف يكون عندنا نفس بلبنان عندنا اختبارات رائعه جدا، يعني مش لانه هونيك انا عم بتبهدل معناتها هون اذا حدا عمل شيء ضدي معناتها نفس الفكره، قلت لا يا اختي. طب خليني اشوف بس كيف برد عليك بيا لرشال، عم تسمعوا شو عم بيقول بيرتو؟ رشال ما فتنا حديث انه موافق على الموضوع ولا مش موافق؟ لا هو عم بيقول اذا نظام المؤسسه ما بيقبل بهذا الشيء نحن ايماننا بقلبنا والتوب فيها تلبسه وين ما كان رشال، بس المؤسسه ما انا نعم. بس اذا هالمؤسسه بتطبق القانون على الكل، يعني الكل ممنوع من كل الطوائف، انا مع هيدا الموضوع انه يتطبق القانون ويكون الكل ما حدا يكون عنده اي بعد، اذا بدها تطبق مبدا العلماني القاسي، يعني لانه في علمانيه جيده مدنيه اشياء حلوه، بس المبدا العلماني الكلي يعني ممنوع اي اظهار اي اشاره دينيه نعم. يتطبق ذلك على الكل نعم. اما على فريق او على اخر بنصير ساعتها عم نجيب افكار، يعني العداله بالمنع، العداله بالمنع للكل قصدك يعني نوعا ما تمام. اوكي نحن بنشكر كثير مداخلتك معنا بيرتو، اهلا وسهلا فيك، يعني كان الكلام عن انه ينمنع لا نهايته الحديث كان منيح، يعني انه العداله يطبق على الجميع يطبق على الجميع، وهذا الشيء اللي هي بعتقد عم تعمله اذا عم بتقول انه الكل ما بده اياه. انا ما مش يعني مش عم بيجي لهون لحتى اطبق القانون على الكل، لا نعم بحبوا يضلوا لابسين ما فرقني، بس شهر مرقوها بالتوبه العذره بس ما لنا هالاشكال الكبير، يعني اذا مهددين على المعلمه انه نحن اذا بنشوف ثوب العذراء وبنشوف ايدي شربت بالمدرسه بدنا نجي بعاشوره بالثوب الاسود، ما بعتقد هي قالت انها مهدده؟ لا بس اذا هي بس عم تحكي عن يعني نظام فحوى حديثه، هيدا هو يعني قالي لا اذا بنشوف كذا ما يعني هذا استنتاجك ما بس هي ما قالته، هي ما قالته لا اوكي انا بدي اشكر وجودكم بس بدي مرق كلمه، انا اخوان الشيعه يعني انا بحترمهم لان هن بيحترموا كل الاديان، ايه ما في شك الكل بيحترمونا مش بس كل الطوائف تحترم بعضها، اللي ما بيحترم هذا شأنه ما له علاقه اصلا باصول طائفته، اذا بنلحق اصول طائفتنا لازم نحب كل العالم، هل الوزاره مسموح بالوزاره ولا مش مسموح؟ هذا السؤال اللي بيبقى عالي على كل حال المفروض التاكد منه، بس يبدو انه هي ماشيه بالسيستم العلماني بقلب المدرسه، اهلا وسهلا فيكم. طيب بدالك انه كثير حلو التوب، واهلا وسهلا فيك في عنا. ميرسي. اهلا وسهلا فيك. الله برد الهواء. نحن لا بعدنا على الهواء. نحن رح نطلع بريك مشاهدينا ومن بعدها رح نتابع محطات النشر اللي. والد يمارس زنا المحارم مع بناته الأربعة ويقول لهن أنا أحق بكن من الغريب. تجوزت ثلاث نسوان. آخر وحدة هي صارت تعاونه وتشاركه بأنه يغتصبنا، صارت هي تنام معه ومعنا كمان. وصلنا لختام حلقة الليلة مشاهدينا، كان باقي عنا فقرة لها علاقة بسفاح القربة الوحش الذي يغتصب بناته الأربعة، ولكن لضيق الوقت ما حفينا نعمل هذه الفقرة هذه الحلقة، أسبوع الجاي ترقبوها بكل تفاصيلها. هذا كان كل شيء الليلة، منلاقيكم الجمعة الجاية تمام 9:30.